على المصري البورسعيدي 3-2، وهو من سجل هدف الاسماعيلي في المنزع للترجي. على اليسار احمد سمير فرج وقوة الدراويش في الاثنين اللي يطلعوا من اليمين واليسار مهاب سعيد واحمد سمير فرج، لذلك في رأي تفكير البنزرتي انه حط لهم على الاجنحة كل من بوعزي والمساكني باش يقلق صعودهم وباش يخافوا هما من سرعة بوعزي ومن فنيات يوسف المساكني. نرجع للتشكيل الاسماعيلاوي او ابدا به من جديد، ما مشيتش برشا بعيد. واحد محمد صبحي، 25 مهاب سعيد، 30 احمد سمير فرج، 4 شريف عبد الفضيل، 14 داريو كان، 2 الليبرو عبد الحميد سامي، 8 محمد حمص، 11 عمر جمال، 10 عبد الله السعيد، 28 الاتاك الان ثنائي الهجوم يلعب محسن بوجريشه، 28 هو رقم 7 محمد فضل. هذا اللاعب عمر جمال من اللاعبين المميزين جدا في تشكيلة الدراويش. المباراة يديرها طاقم تحكيم إماراتي بقيادة علي حمد. كنا نشاهدوا في أحمد سمير فرج في تشكيلة الدراويش المصري، وهذا محسن أبو جريشة، حذاري من محسن اللي سجل 6 أهداف ضد الأندية التونسية في مختلف المسابقات القارية والعربية. الترجي الرياضي في مصر بنتائج متفاوتة لكن يبحث عن أول فوز في أرض الفراعنة. 0-0 ضد الترسانة، 0-0 ضد الأهلي، 0-0 ضد الزمالك، 0-0 ضد الإسماعيلي، 0-0 مرة ثانية ضد الأهلي. خسرنا بهدف ضد الزمالك، خسرنا بثلاثة ضد الزمالك، وخسرنا 3-1 ضد الإسماعيلي. ممكن نقول أن الترجي سجل هدفين فقط في 11 تنقل في الأراضي المصرية وتعادل تقريب 6 مرات مع 5 هزايم. اليوم إن شاء الله يكون موعد الفوز الأول. على بركة الله نستاهل المشوار في رحلة البحث عن أول بطاقة لنسور قرطاج في دور الأربعة. غدا السباقسي ومن بعد الاتحاد الرياضي المنستيري في لقاءات مهمة مهمة جدا للبطولة العربية، بطولة المليون دولار. إذا تنطلق المباراة، انطلاق اللقاء يبقى دائما مؤثر، لقاء في بداياته يبقى دائما مهم، تمركز اللاعبين، انتشار اللاعبين، حسن توظيف إمكانيات الفريق مهمة جدا في أول الدقائق، كلها عناصر للثقة، كلها عناصر للمورال. برافو يا زياد الدربالي. زياد الدربالي إذا يتصدى، هو الكرة ستبقى للفريق الإسماعيلاوي. حذاري من الكرات الثابتة خاصة من المخالفات اللي قريبة من منطقة 18، لأنه عنده لاعب الإسماعيلي رقم 10 عبد الله السعيد لاعب مخطر برشا. إذا ركنية أولى في أول دقيقة. بداية المباراة هجومية من الإسماعيلي. ترجع كرة خطيرة جدا للدرويش، مغير أدنى خطر في الأخير، تخرج سالة للحارس القصراوي. شوفوا جانب من الحضور الجماهيري غايب، الجماهير والمدرجات فارغة، لأنه استاد الإسماعيلية مخصص ويعد حاليا لكأس العالم للأواسط الشباب اللي تحتضنها مصر إن شاء الله في سبتمبر القادم، وبالتالي طاقة استيعاب الملعب محددة ب 9000 مشجع، 8000 من جانب الارض والجمهور الاسماعيلاوية، و1000 من عناصر وعشاق الصفرة والحمراء. تمشي الكرة للنادي الدرويش، احمد سمير فرج المهارة والفنيات، يتعدى عمر جمال بخطورة كبيرة، ترجع من فريق الترجي. نعرف المهارات، نعرف انه الاسماعيلي يلعب كرة مليح، انه يكور بشكل ممتاز جدا، لذلك عدم ترك المساحات هو الهاجس الرئيسي في التفكير الدفاعي لفوزي البنزرتي. بأي حال عدت يا فوزي. ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة من التماس للفريق الإسماعيلاوي. النتيجة بيضاء، 0-0 في أولى الدقائق. تمشي كرة خطيرة للدرويش، يتعدى بيه، اختر تعدى بيه، مش ممكن مش ممكن. أول كرة أول فرصة في الدقيقتين. الترجي مازال دايخ شوية، مازال دايخ، وعمر جمال بدا يدخل في اللعبة مرة ثانية. يتعدى عمر جمال بمهارته بسرعته على جونفي بالسلا، اختيار جونفي على سامح الدربالي، هيفيق جونفي، مش ممكن، هدف يضيع على النادي الإسماعيلي. الإسماعيلي أخطر الفريق اللي عنده مشكل، عنده مشكل. إن شاء الله الترجي إذا يكون مركز وإذا يكون حذرنا أنفسنا مليح، الترجي يسجل ويترشح إن شاء الله في أرض الدراويش، لأنه في رقم يخدم صالحنا. الإسماعيلي لعب 22 مباراة في الدوري، هو المركز الثاني حاليا على بعد 4 نقاط من الأهلي، لعب ماتش في الكوب، لعب 5 مباريات في دوري أبطال العرب. المجموع ما نطولش عليكم، ماناش في درس حساب. الإسماعيلي لعب 28 مباراة، في 23 منها قبل الأهداف يا مايكل. اليوم انت يا مايكل ودراجي القادم من الخلف لابد ان نسجل. يمشي مايكل الرامو، مايكل الرامو يغسل الكره الاولى النيجيري. مايكل الرامو ترجع الكره من رقم 10 عبد الله السعيد. البدايه محاوله بسط النفوذ من الفريق المصري ومحاوله الدخول في المباراه من الفريق العاصم التونسي.
ترجع الكرة مرة أخرى سيادة دربالي. العاب دياك الزمالك. تمشي الكرة القصراوي. يلعب كرة طويلة حمدي القصراوي. الترجي بعد 10 ربع ساعة. إن شاء الله ما يقبلش أهداف، يبدأ يتحرك ويتحسن في أدائه. خطأ ضد وجدي بوعزي أو لفائدة وجدي. الحكم يقول ضد بوعزي. خطأ فعلا ستيت صحيح واضحة ضد بوعزي. يقدم مباراة كبيرة في لقاء الذهاب. مايكل الرامو بقوته ممكن يترك المساحات للقادمين من الخلف. دراجي بوعزي وسط المساكني. تتهيأ الكرة في تماس رمية. مخالفة للنادي الإسماعيلاوي. الترجي والإسماعيلي بمناسبة المباراة الخامسة حلت نوعا ما عقدة للترجي بمثابة الانتصار الأول للترجي العاصمي على فريق الإسماعيلي. هدفين لهدف الذهاب، لأنه في المباريات الأربعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا 95 الإسماعيلي أزاح الترجي 1-0 في تونس في الشادي زويتن. مجدي الصياد وفات 0-0 في الإسماعيلية مع كرة على القائم من اللاعب حسن الكابسي. ثم في عام 2003 في النصف النهائي التاريخي ثلاثيتين للفريق المصري، لكن اليوم الترجي غير. يمشي مايكل الرامو وصلها سليمة يا مايكل. يلعب للدراجي، الدراجي لمايكل، مايكل الرامو، مايكل الرامو يسدد كرة شكلها ركنية، ركنية للفريق التونسي. نعم هذه هي المساحات اليوم موجود. 28 مباراة مع احترامي للدفاع الإسماعيلي قبل 23 ماتش. الترجي بالأتاك اللي عندك يسجل هدف، نقول لك مبروك علينا النصف النهائي. جونفيه فيق شوية، مازال ما دخلش في اللعبة 20 سنة. جونفيه بيسالا اللاعب الكونغولي من الكونغو الديمقراطية. محمد صبحي على الكرات الثابتة. الترجي شكل نقطة قوة. 5 دقائق هدف، 5 وخميس على المكشخة. إذا كرة تمشي ممكن في إمكانية فتح باب التسجيل. تتهيأ الكرة من ركنية بالراس مرة أخرى خطيرة على الفريق الإسماعيلاوي. ترجع عاصمية، ترجع تونسية ترجية عن طريق بوعزي. وجدي بوعزي يدخل 18 خطيرة جدا والهدف يضيع. مش ممكن يا مايكل. احكينا على دفاع الدراويش واحكينا على سهولة وإمكانية الانطلاق في المرمى الإسماعيلاوي ويضيع فرصة مايكل. كنت نحكي لكم على 23 ماتش. شوف بوعزي بركل عليه وجدي بوعزي 3-4 ملعبية يا مايكل يا الرامو. الكرة جوال، الكرة أهداف. هذه كرة 1-0، هذه كرة يعني يرتاح بها برشا فريق الترجي. من هذه الكرة سيخاف الفريق الإسماعيلي، سيخشى الإسماعيلي كونتر أتاك الترجي. فما مساحات، فما مساحات اليوم يلزم نسجل وممكن نسجل وإن شاء الله نسجل يا مايكل. أخطر كرة في المباراة، أول فرصة في اللقاء كانت للترجي الرياضي التونسي عن طريق مايكل الرامو. الشغل الكل عمل به قام به وجدي بوعزي. 6 دقائق واحد بلاش، كان سيناريو ممتاز. تمشي من محمد حمص، خيرها في غيرها، جيبها بالراس. برافو دربالي، دربالي كرة باش تعطي الثقة للأولاد. ترجع مرة ثانية والحكم الإماراتي علي حمد يقول خطأ، يقول فاول على زين العابدين السويسي. الترجي لازم يركز على اللعب، يركز على اللون الأخضر لمعشب الإسماعيلي. الترجي كان أقام في أوتيل في فندق في إقامة على بحيرة التمساح. لازم تكون تمساح اليوم يا سويسي، الكلكم 11 تمساح لتمر من الفريق الصعب الإسماعيلي اللي أمانة باستثناء السياسات والملعب التونسي شكل عقدة للفرق التونسية في المسابقات القارية والعربية. تمشي كرة خطيرة، ترجع من الدفاع عن طريق زياد الدربالي مرة أولى وفي خطأ الفريق التونسي، في خطأ للفريق التونسي الترجي الرياضي. آخر مباريات الدراويش كان خسر مع البتروجيت 1-0 في لقاء دوري، ثم انتصر 3-2 في ديربي القناة على المصري البورسعيدي. هنا في 13 مباراة، في 13 مباراة طبعا هذه عادل كرة مايكل. مش ممكن يا الرامو. على كل حال إن شاء الله يعوضها مايكل. مازال ما دخلش في اللعبة مايكل الرامو. ترجع الكرة الفريق التونسي الترجي لا ذي على يوسف المساكني. لازم يقوم بدور كبير المساكني وبوعزي أيضا في مساندة وسط الميدان في ثنائي الارتكاز. طارق عاشور القادم للاتحاد المونستيري في عامه الأول مع الترجي، وأيضا زين العابدين السويسي اللاعب القادم من نادي قربة. تمشي كرة من بوعزي، رجل المرحلة، رجل الامتياز، رجل المتعة، رجل القوة والسحر. الكرة بوجدي بوعزي. برافو يا وجدي بوعزي. يمشي بالكرة جونفيا بيسالا، بدأت تتسرح لقدام متاع المكشخين. ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، يتقدم بالكرة عاشور. نرجع للتغطية الارتداد الدفاعي. ترجع مرة أخرى الروبلي الدفاعي اليوم مهم جدا. جونفيا بيسالا يلعب كرة في مناطق الإسماعيلي ونادي الدراويش. يحاول يضغط مايكل الرامو، الكرة تبقى في خطأ للشريف عبد الفضيل. بدأ الترجي يدخل في الماتش، نعرفه الجرينتا. هذا الرجل بأي حال عدت يا فوزي، بطل تونس عام 87 مع النجم الساحلي، عام 90 مع النادي الافريقي، 93 94 2004 مع الترجي الرياضي، وبطولة 2007 مع النجم الساحلي.
قاد الترجي لأول لقب خارجي في تاريخ البطولة العرب، وقاد الترجي لقب التاريخ الوحيد في دوري أبطال أفريقيا عام 94 بدون هزيمة. ولعب من؟ لعب الإيوان وانيو أويري النيجيري الكبير، لعب مولدي دواران بقيادة تاسفاوت، ولعب نادي الزمالك في الجيل الذهبي للتسعينات. ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، 9 دقائق لعب في الشوط الأول، أول الدوري التونسي ضد ثاني الدوري المصري، هذه التمريرات اللي حبذها الفريق الإسماعيلاوي، وهذا ريكاردو، ريكاردو 2 فوز البنزرتي 0 في تفاصيل 2007 في الشامبيونز ليج، لما كان الترجي مع فوز البنزرتي والهلال السوداني مع ريكاردو، لكن وقتها كان الإفكتيف غير، كان الزاد البشري غير، اليوم زاد بشري يمكن الترجي من إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا للمنافسة المحلية والإقليمية والقارية. طارق عاشور نلعب القدام، نلعب القدام، تمشي كورة وسام العابدي، شنو هذا؟ تمشي كورة خطيرة جدا كله من طارق عاشور، الكرة تتلعب بالقدام يا طارق. ترجع مرة أخرى في وسط الملعب، كورة للنادي المصري، محاولة الضغط، المهاجمين يرجعوا للضغط والدفاع يبدأ من مايكل الرامو. بالنسبة للترجي شوف المهارة، مهارة كبيرة ملاعبية الإسماعيلي، بالفعل فريق تستمتع لما تشوفه، فريق يمتعك بكرة القدم. أما أبو عزي شيء آخر، شيء آخر، عالم آخر يا أبو عزي، هرب مايكل الرامو، مايكل الرامو، الكرة طويلة، الكرة بعيدة على الرامو. هنا لعب النادي الإسماعيلاوي 13 ماتش في الموسم في بلاده، في أرضه، في ميدانه، في أرض الدراويش، لا يعرف التعادل، لا يتعادل إسماعيلي في ملعبه لحساب الدوري وفي إطار أبطال العرب، بتفاصيل 10 انتصارات وثلاثة هزايم، في 13 ماتش سجل 11 لقاء، هجومه من نار متفقين عليه، لكن دفاعه اقبل 11 مرة من 13 مباراة، هذا اللي طمعنا، هذا اللي خلينا يا محسن أبو جريشة نرى فرصة مايكل كبيرة اليوم من أجل تجاوز محطة محمد صبحي. كرة ستعود بخطأ لفريق الترجي التونسي، 10 دقائق لعب في الشوط الأول، جانب من حضور العاصميين، 1000 متفرج من الفريق التونسي الترجي الرياضي في مباراة مهمة جدا لأبطال العرب. الترجي الذي جاء في رحلة خاصة، في طائرة خاصة، غدا صباحا سيكون في مدينة المنستير الساحلية الجميلة من أجل التحضير يوم الأحد لمباراة مصيرية في الدوري التونسي في إطار الأسبوع 24 أو 23 من البطولة الوطنية لكرة القدم. ترجي عنده فارق نقطة على نجمة الساحل وعلى الإفريقي العاصمي. ترجع في وسط الميدان محمد حمص، مباراة بادية بهدوء من الفريق المصري اللي خايف من كونتراتاك الترجي، يعرف أنه هدف يرشحه ما غير استعجال كما قال مدير الفريق أحمد العجوز. ترجع الكرة للنادي الإسماعيلاوي، ترجي واقف مليح، دخل في اللعبة الفريق التونسي. لقاء الذهاب كانت فيه ظروف الإسماعيلي أفضل كظروف ونتائج، لقاء الإياب ممكن تنعكس الآية، وسيكون الترجي في وضع أفضل بعد استعادة الصدارة. ترجع الكرة مرة أخرى في الانطلاق للهجوم، انطلاقة الهجمة والدفاع موجود، بكرة تلعب طارق عاشور والدفاع من العابدي، يبعد الكرة وسام العابدي، ترجع في نص الملعب محمد حمص ياخذ الكرة، الدرويش إمكانية الهجوم تضيع الكرة، خليل شمام، خليل شمام إن شاء الله يرجع الفورمة في المباراة هذه في المباراة القادمة، لأنه يعني في الفترة الأخيرة مرة نسبيا في فترة فراغ مثل اللاعب الآخر المميز وليد الدايب، لكن عنده شهر تقريبا وليد خارج الفورمة، وهذا يحدث في موسم كرة القدم، اللاعب في بعض الأوقات طبيعي جدا، تراكم المباريات، كثرة الضغوط تأثر على مردود اللاعب العربي. ترجع مرة أخرى لفريق الإسماعيلي، من سيخرج ليكتفي بمبلغ 100,000 دولار ومن سيضمن على الأقل 200,000 دولار بدخوله لدور الأربعة؟ تمشي الكرة المحسن أبو جريشة، محسن أبو جريشة، ما غير خطأ، ما غير خطأ، زيادة دربالي، ضغط 2-1، تخرج ما غير فاول، لكن تخرج الإسماعيلي من مهاب سعيد، وبرافو حمدي القصراوي، مهاب سعيد يوزع الكرة عند القصراوي. نلعبوا في مطلع دقيقة 13، أخطر كرة في الدقيقة الخامسة من مايكل الرامو بعد شغل كبير من وجدي أبو عزي، ما زلنا ننتظروك أسامة الدراجي. تمشي كرة طويلة للفريق التونسي، أسامة الدراجي، مايكل الرامو يحاول خطيرة ويخرج الحارس، يخرج محمد صبحي، وصبحي ينبه على عبد الحميد سامي. سلامات يا عبد الحميد على خلفية أنه عمل حادث مرور يوم الاثنين، والحمد لله خرج برضوض خفيفة وطفيفة مما لم يمنعه من التواجد هذا المساء في لقاء القمة الكلاسيكو المصري التونسي. ترجع مرة أخرى، كرة خطيرة لفريق الترجي، محاولة الدراجي، سدد والحارس محمد صبحي، الترجي أفضل في هذه البداية، في أول ربع ساعة الترجي موجود، هذه الكرات أكيد من شأنها أنها تعطي الثقة أكثر بلعبية، لكن احنا ما نحبوش الثقة، نحبوا الأهداف،
الهدف هو اللي ينقذنا، هو اللي يخرج بينا لشاطئ الأمان، هو اللي وصلنا لبحر الأحلام والآمال في دوري أبطال العرب. ترجع الكرة من الدرويش في وسط الميدان. في أول ربع ساعة تشوفك الروح متاع فوزي البنزرتي. المدرب لن يغير كثيرا من مستوى الفني، لكن تمركز اللاعبين خاصة طريقة الدفاع بالنسبة للترجي، وخاصة خاصة الروح. تمشي كرة في وسط الملعب للفريق المصري بكرة طويلة، حذاري أن تمر، التغطية موجودة، الدربالي ما يتفاداش الكورنر، ما يتفاداش الركنية زيادة دربالي، تبقى الكرات الثابتة. العنصر المدون والعنصر المسجل لمن سيسجل في هذا اللقاء العربي بين المصريين والتوانسة. شوف التسديدة محمد صبحي، كرة الدراجي كان في الوسط، كرة الدراجي ومحمد صبحي يعتبر من أميز الحراس الآن في الكرة المصرية. حارس عنده خبرة من 5 6 سنوات، الحارس الأول للدرويش. تمشي الكرة للفريق الإسماعيلاوي بالرأس، خطيرة كانت، كانت خطيرة جدا في مطلع الربع ساعة. في ربع ساعة الكرات الثابتة هي مصدر الخطر للإسماعيلي، والكرات العكسية المرتدات الكونتر أتاك هي قوة الترجي التونسي. ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الميدان، إمكانية الهجوم في وسط الملعب، تضيع كرة لكن ترجع الترجي. وجدي بوعز يحاول يضغط، كرة أخرى سليمة من محمد حمص، يلعب كرة طويلة، ترجع من زيادة دربالي المرة الأولى، العابدي في المرة الثانية، طارق عاشور، طارق عاشور السويسي ممتاز يا ترجي، يلعب مليح فريق العاصمة، الفريق التونسي. وجدي بوعز يلعب لخليل شمام، خليل شمام ماسك المباراة فريق الترجي بكرة ممتازة. بوعز، بوعز ينطلق، وجدي خطير جدا والدفاع، والكرة ترجع في وسط الميدان لمن؟ فما كرة جاية ورايحة بين الفريقين. في الأخير يوسف المساكني يحاول يضغط جانفي بيسالا، والكرة في الأوت، التماس للنادي الإسماعيلي. الإسماعيلي بالرجوع إلى تاريخه، أسماء ونجوم لعبت فيه، دائما أستغرب ونستغرب كتوانسة لماذا هذا الكم القليل من الألقاب، 6 ألقاب فقط في تاريخ الدرويش، مع فريق لعب في صفوفه في السبعينات علي بوجريشة، السيد بازوكا، ثم في الجيل تعرفوه الآن في جيل البارابول، نعرفه حسني عبد ربه، نعرفه بركات، نعرفه إسلام الشاطر، نعرفه العمدة النحاس، نعرفه عديد الأسماء. لكن الفريق الإسماعيلي يعني قيمته أقل من الألقاب، أو أكثر وأكبر من الألقاب اللي حققها، الألقاب اللي حققها قليلة بالمقارنة مع أسطورة هذا النادي الذي عرف عنه الكرة الجميلة. محمد فضل من نجوم الجيل الحالي. الإسماعيلي كان أول نادي مصري وعربي ربح بطولة أفريقية عام 69، كأس أفريقيا للأندية البطلة. بعد 40 سنة يقولوا في مصر أن الإسماعيلي قادر أن يهدي الكرة المصرية أول دوري أبطال العرب في تاريخ كرة الفراعنة. وجدي بوعزي تمشي الكرة، كنترول ممتاز، ممتاز جدا هذا اللاعب. ممكن نظره أمبرتو كويلو خلاص عمل القائمة، لكن كنت أتوقع وجدي بوعزي كان يعاون في استاد نيروبي. تمشي مايكل الرامو، كرة ممتازة للترجي، كرة خطيرة، التوزيع ما وصلتش من خليل شمام، التغطية لابد أن تكون مطلوبة، حذاري من المرتدة، الكونتر أتاك قوة الإسماعيلي. ينطلق الهجوم، ترجع في وسط الميدان، ورجع فريق الترجي، رجع فريق الترجي، لكن كرة جميلة، كرة جميلة من نادي الإسماعيلي. مباراة كبيرة، مباراة كبيرة في أول ربع ساعة، وكرة خطيرة، وترجع من الدفاع التونسي، ترجع كرة في وسط الميدان، دراجي ماخو وسط الملعب، ماخو وسط الملعب الدراجي، دراجي يلعب كرة أولى مقطوعة، الكرة الثانية تضيع، واللمسات القصيرة نقطة قوة الإسماعيلي، وما فيش خطأ يقول الحكم الإماراتي علي حمد. من مواليد 1972، قل الدولي من 2005، تواصل مع التقاليد الصافرة الإماراتية مجسمة في علي بوسيم. كرة ترجع للدراجي في وسط الميدان، محمد حمص بالخبرة، أو داريو كان، ترجع الكرة في وسط الملعب لفريق الترجي التونسي، الانطلاقة من شمام، خليل شمام، شكل الترجي يهاجم الآن في مصر، وهذا هو المطلوب، لأنه كثرة الميول للدفاع تجيب أخطاء وتجيب خطورة زايدة وتجيب أهداف. أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، وهذا اللي يعمل فيه البنزرتي بهذا الشكل والتشكيل بهذا الاسم والأسماء. وجود بوعزي، المساكني، الدراجي، مايكل الرامو، واضح أن الترجي يلعب على المكسب هنا في أرض مصر. تمشي كرة من محمد فاضل، محمد فاضل شمام، ترجع الانطلاق، برافو زين العابدين السويسي، كرة تخرج من العابدي، الكرة صحيحة، كرة صحيحة يا وسام، ترجع مرة ثانية للفريق الإسماعيلاوي عن طريق عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لمحمد حمص، حمص يلعب الكرة لداريو كان. كثير من الانتقادات بالنسبة لريكاردو واعتماد داريو كان، نشوفه أمانة نقطة الضعف في وسط الدفاع الإسماعيلاوي،
في وجود لاعب اسمه معتصم سالم، لاعب يظلي ممتاز جدا. على كل حال هي خيارات مدربين، بينما هنا اختيارات مصريين على الكرات القصيره. حذاري من عمر جمال، عمر جمال ما غير فاول ما غير خطا يا شمام، لكن لازم تجيب الكره، مش ممكن انطلاق والكره من العابدي. برافو وسام، وسام يشتت الكره. حذاري، علينا ان ننتبه ونحذر من الهجوم المصري. في وسط الميدان يوسف المساكني، يوسف المساكني تطلع كره ممتازه، كنترول بوعزي، ينطلق وجدي بوعزي، فما مساحات، فما امكانيات، فما فراغات، ينطلق وجدي بوعزي. كان مشت معاه، كان مشت معاه، كان يضربها يركنها، كان يحاول يركنها في مرمى صبحي، ما تعدتش معاه. يرجع مهاب سعيد، نزلت المباراه هاديه حتى على مستوى المدرجات، الامور كانه الهدوء يسبق العاصفه. من سيعصف بمن؟ من سيسجل في مرمى من؟ طويل على عمر جمال، لكن 20 دقيقة كبيرة من الترجي. أمانة ما نرتاح إلا ما يسجل الترجي الهدف بهذه الطريقة، نقطع نصف المشوار. كانزاري والبنزرتي، الأداء جيد والانطلاقة واعدة، ولكن ما زال اللقاء طويل. الإسماعيلي يلعب على هدف لدور النصف النهاية، والترجي التعادل أو المكسب ليدخل كبار العرب من دور الأربعة. تمشي كرة من يوسف المساكني، والخطأ لمن؟ يطلق الصفرة، الحكم بخطأ للفريق الإسماعيلاوي. كرة لأحمد سمير فرج، كان يلعب في فرنسا في سوشو، لاعب السابق للأهلي، لاعب مميز جدا، الظهير الأيسر والجناح في خطة هجوم الأهلي، نعرفوه الإسماعيلي اللي نعرفوه يلعب 3-5-2، طريقة تقليدية عند المصريين من الزمالك الأهلي للمنتخب، يلعبوا هذه الطريقة، بينما خطيرة جدا. حذاري، الكرة تطول، برافو التغطية، التغطية كانت ممتازة من زياد الدربالي على محمد فضل. كانت كرة مقطوعة لفريق الترجي التونسي. هذه الكرة الأخيرة والفرصة الأخيرة. الجماهير التونسية في كل مكان، خلايا أحباء الترجي في الجمهورية، الكل يتابعون هذه المباراة، يعني في تجمعات بالعشرات والمئات، عائلات أو مقاهي، الآن كل البيوت تعيش على هذا الإيقاع. ساعة ونصف كرة، من كرة القدم لما تجمع ملايين وتحطهم في بيوتهم أو في المقاهي من أجل ساعة ونصف من كرة القدم. جمهور الترجي من تونس العاصمة وأحياء الشعبية اللي تأسس بها الفريق العاصمي، إلى القيروان، إلى جابس وبنكرتان، إلى قبلي، إلى صفاقس، المستير، في كل مكان الترجي له الشعبية مثل كبار الأندية في الكرة التونسية. هل يهدي شباب الترجي تونس في عيد شبابها انتصار عربي؟ هذا ما نتمناه. غدا عيد الاستقلال لبلدي، ويوم السبت الاحتفال بعيد الشباب في وطني، فعشت دائما في الخير يا موطن الأوطان. تمشي الكرة في وسط الميدان، هذه الكرة والخطأ على محسن بوشريشة، إن شاء الله تكون هذه هدية أعياد آخر أسبوع، عيد الاستقلال وعيد الشباب بالنسبة للأندية الوطنية اللي تمثلنا في دوري أبطال العرب، الترجي والصفاقسي واليو اس ام لاتحاد الرياضي المنستيري. 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، التعادل ما زال سلبي 0-0، وهو تعادل سالب لإمكانية الإسماعيلي في السيمي فاينل، لكن ما زال اللقاء طويل، ما زال اللقاء بعيد، ما زال برشا كورة. ما نرتاح ونريحكم إلا ما يدخل مايكل كورة في شباك محمد صبحي. ترجع الكرة في الانطلاق عن طريق المساكني، يوسف المساكني، فما كلوار، فما مساحات، هاي مفتوحة، هاي مفتوحة، يوسف، يوسف المساكني، عدي كرة، مش ممكن، ضاعت كرة على الدراجي، ضاعت الكرة على الدراجي. الترجي ممكن يسجل، يلزمه يسجل صراحة، لأنه ما عنديش ثقة في هجوم الإسماعيلي، هجوم لاعب، هجوم خطير، هجوم من نار، قادر يسجل في كل مرمى وفي أي لحظة. لذلك أنا نحب نطمن على نفسي بهدف منك يا وجدي يا أبو عزي. وجدي لعب كرة مايكل، كرة أهداف اللي غالب، كرة تدخل، كرة تخرج، كرة تبكي، كرة تفرح، من كرة القدم. يعني لو حتى مايكل الرامو، ترجي كان اليوم مرتاح وجمهوره يتابع المباراة، الشيشة في يده وكاس التاي بحذاه هو شيخ، لكن كرة مايكل الرامو خرجت برا، خرجت أوت، لذلك ما زالت اللعبة داخل، ما زالت في مستطيل الأخضر للدرويش، ما زالت في استاد الإسماعيلية بين الإسماعيلي والترجي التونسي. طارق عاشور يا ولدي ديما القدام، يا ولدي ديما القدام، طارق عاشور، طارق عاشور في وسط الملعب مرة أخرى لفريق الترجي عن طريق بوعزي، يخسر كورة وجدي بوعزي وترجم الدفاع، ممتاز العابدي وسام العابدي، فيها خطأ في رفع رجل، الحكم قال العب، نحترم طاقم التحكيم الإماراتي، علي حمد قال العب، والكورة من يوسف جمال، من عمر
عمر جمال لانه يعني عنده يوسف جمال اسماعيل ايضا مصاب، ترجع مره اخرى في الميدان ما غير خطا، ما غير خطا هنا، برافو برافو الترجي، هذا هو الضغط، هذه الاجريسيفيتي نتاع فوزي بالزرتي، ينطلق الهجوم من مايكل الرامو، تعدى يا مايكل، مايكل الرامو يمشي على اطراف يغطي، يا مخوفهم يا رهبهم يا مرعبهم يا يعني الرامو، يمشي مايكل الرامو، الرامو يتعدى، لا في خطا، في خطا، في خطا على النيجيري، خطا وفاول صحيح. على فكره مايكل رامو موجود مؤخرا في قائمه السوبر جرين جيلز المنتخب النيجيري لكره القدم. 24 دقيقه لعب في الشوط الاول، التعادل ما زال سلبي، جمهور الترجي يشجع الفريق، البدايه واعده لكن عبرتها في الخواتيم. ترجع الكره مره اخرى في اواسط الملعب للاسماعيلي، يتقدم الهجوم عن طريق داريو كان، داريو كان يمشي الكرة في وسط الملعب للنادي المصري عن طريق الشريف عبد الفضيل، عبد الفضيل الضغط والبريسينج المتواصل، طارق عاشور باهية، ترجع مرة أخرى محمد حمص، يخرج زين العابدين السويسي، يرجع الدراويش ما لقاش مساحات، ويلزم ما يلقاهاش، يلزم ما يلقاهاش مساحات، لأنه فريق يوجع بالفعل بيعرف كرة القدم، بلغة كرة القدم، شوف جمال، شوف عمر جمال، يتعدى ثلاثة أربعة، يعمل باس، ترجع له الكرة، خطير جدا عمر جمال، يحاول يسدد، يسدد لكن الكرة برا. كورة برا وقت تعطيه مساحة ومسافة الإسماعيلي قادر أن يقرأ أي دفاع، إذا حذاري من الدراويش. هذا هو عبد الله السعيد، لاعب أيضا من المميزين جدا في تشكيل الإسماعيلي المصري. الإسماعيلي اللي عمل دريم تيم في 2003 من سوء حظ وخسر نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد نيمبا، وخسر نهائي دوري أبطال العرب بركلات الترجيح لفائدة ممثلنا النادي الرياضي الصفاقسي. لكن الإسماعيلي حقيقة ذاك الجيل 2003 2004 عمل كرة قلة ونادر نشوفوها في الكرة العربية صراحة. ترجع الكرة في وسط الملعب مرة أخرى عن طريق عبد الحميد السامي، 25 دقيقة، ما نعرفش عيني على الوقت كيفكم ولا عيني على شبكة محمد صبحي، بين هذا وذاك تتغير الأحاسيس وتتغير الموازين في كرة مصرية. تمشي الانطلاق أحمد سمير فرج، تعدى بالدربالي براحة، والكرة والتوزيعة، إمكانية التسديد ما يسددش، برافو الدفاع، يغطي الكرة الدفاع والدربالي المرة الجاية ما يتعداش بهذه الطريقة، ما يتعداش بهذه الطريقة، مدافع في الترجي التونسي ما يمشيش بهذه الطريقة، مع كرة خطيرة بعد جونفي، جونفي بيسالا، والكرة تخرج تماسة وركنية، ركنية، ركنية الإسماعيلي. حذاري أن تمنح الفرصة للدراويش، وجمهور الإسماعيلي يأمل في كرة. نباهم يا قصراوي، هذه كرات يعني لاعب في فريق بحجم الترجي التونسي مدافع بهذه السهولة يخترق يعني مشكل كبير. على كل حال تصير غلطة ويصير خطأ وتصير ساوة وتصير الدوخة. الآن هات الكرة، حذاري من راسية، والهدف الأول، الهدف الأول الإسماعيلي، كرة من محمد فضل، هذه هي كرات الفريق المصري، من كرة يسجل مايكل ما سجلش، محمد فضل يسجل، هذه كرة الإسماعيلي من أول خطورة، ساوى في الدفاع التونسي ومحمد فضل يسجل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي. إذا تتغير المباراة، تتغير المباراة في وقت مسكها الترجي، الآن باش تتغير حتى تكتيكيا، باش تقلب اللعبة 180 درجة، الإسماعيلي باش يستناك التالي ويلعب على الكونتر أتاك، نقطة قوية، نقطة إيجابية، مش ممكن هدف بهذه الطريقة، مش ممكن كالعادة تمر المباريات والترجي نفس الأخطاء في الدفاع. شوف الكرة الكل يتفرج، محمد فضل وحده، مش معقول، مش معقول ومش مقبول. إذا هدف أول للنادي الإسماعيلي، 1-0 للفريق المصري. الآن تتغير حتى الأمور على مستوى الترشح، ورقة العبور تصبح إسماعيلوية الآن بهذا الهدف من محمد فضل. مازال برشا كورة، 27 دقيقة في الشوط الأول، كنت متأكد أمانة ليس قلة ثقة بالترجي أنه الإسماعيلي سيسجل لا محالة. لدفاع الترجي يا فوزي ليس ذنبك، بالنسبة الآن المهم أن الترجي يلزم يسجل، هذا في اعتقادي، الترجي لو يسجل هو من سيكون في دور نصف النهاية. ريكاردو 1 فوزي البنزرتي 0، أو بالمعنى الأشمل الإسماعيلي 1 الترجي 0 من محمد فضل، وهنا فرحة على طريقة الدراويش، يقولوا لهم الصمبة المصرية. ترجع الكرة مرة أخرى، مش يلعب براحة فريق الإسماعيلي الآن، ترجي هو اللي يلزم يضغط ويتقدم في البحث عن تعادل يساوي الترشح، لأنه في 1-0 الحالي طبعا الإمكانية ستكون للفريق الإسماعيلاوي. جانفي يا أما كرة فاتته يا أما كرات في التوش في التماس. ترجع مرة أخرى في الميدان عن طريق جانفي بيسالا، إن شاء الله ما يرتبكش الترجي، خطأ آخر من زياد الدربالي، صعبة جدا وخطأ آخر، بدينا
بدينا الان قله التركيز والصعب على الفريق التونسي، خطيره جدا، ترجع مره اولى، تلعب مره ثانيه بتسديده والكره ترجع، ترجع الكره، ينطلق الهجوم بامكانيه وجدي بوعزي، وجدي بوعزي يعمل مراوغه ممتاز، وجدي بوعزي، بوعزي مراوغه ثانيه، بوعزي هو رجل المباراه لو كتب للترجي النجاح، وفي خطا للفريق التونسي، في خطا لاسامه الدراجي. حقيقه وجدي بوعزي عمل شغل كبير ويعمل في شغل ممتاز، احسن لاعب في المباراه واحسن لاعب كالعاده في المباراه الاخيره من قبل الترجيين. خطا كان موجود لوجدي بوعزي بينما كره خطيره، مايكل الرامو تتهيأ كره من بوعزي، بوعزي يحاول يمر، يحاول يربح فاول على الاقل خطا وتضيع الكره، حذاء المرتدات، مازال برشا كوره، مازال برشا كوره يلزم ينباهم فوزي البنزرتي، لا للجنوح المطلق للهجوم ونسيان الدفاع لانه ما نساوش اسماعيلي فريق كونتر اتاك. جون بيبي صلاة كره في التماس، كره في التماس، هي مفارقات الكره، الترجي ماسك المباراه، يلعب مليح، واقف مليح، الاخطاء الدفاعيه، الاخطاء الشخصيه، الاخطاء الفرديه تعمل كوارث للمجموعه، هذا هو كره القدم، هذا هو الشعار، هذا هو عنوانها، هذا هو هدافها. محمد فضل 1-0 للنادي الاسماعيلي، هذه هي فرحه عشاق الاسماعيلي، والان ورقه الترشح في المعسكر الاصفر بانتظار رد فعل الاصفر والاحمر. تمشي كره من طريق محمد حمص، يلعب الكره في وسط الدفاع، عبد الحميد السامي يلعب مع داريو كان، داريو كان بكره طويله، شوف السرعه للفريق المصري، خليل شمام، وفي خطا في انذار، اعطيه ورقه صفراء، اكيد ما فيش ولا شك ولا اختلاف، انذار مستحق على خليل شمام. هذه الكره الاخيره في اللقطه الاخيره ضد فريق الترجي التونسي، شوف خليل شمام، احكم وحدك وتفرج في المراوغه نتاع اللاعب عمر جمال، خطير جدا عمر جمال، هو مصدر القلق الان للفريق التونسي. نصف ساعه في الشوط الاول، مازالت ساعه لعب، مازالت ساعه لعب، ما نتخمروش، مازال اللقاء مازال طويل، تلعب على هدف، ان شاء الله ياتي هذا الهدف الذي سيحقق هدف من اهداف الترجي في عام التسعينيه، وهو الوصول للمنافسه العربيه ايضا. ترجع الكرة خطيرة لفريق الإسماعيلي، كالعادة كرة ثابتة تمشي خطيرة جدا وفرصة للهدف الثاني، الكرات الثابتة هي تصنع الفارق في هذا الشوط الأول، تصنع الفارق. يوسف المساكني مرة أخرى في وسط الميدان وتتهيأ عن طريق الدراجي، الدراجي يلعب كرة سليمة تمشي عن طريق طارق عاشور، طارق عاشور يلعب كرة خليل شمام، خليل شمام في كرة ملعوبة طويلة وكرة سيئة جدا من شمام، كرة سيئة جدا من شمام تخرج 6 أمتار عند الحارس، الحارس محمد صبحي. يبقى من اللاعبين المهمين جدا خليل شمام، صحيح الفورمة تحضر وتغيب، من حق عاشق الإسماعيلي يقول له برازيل العرب، بينما المعلول على الطبلة متاعه توا ممكن يرتاح شوية بعد الهدف الأول للفريق المصري. تمشي كرة خطيرة جدا، بوعزي، بوعزي عندنا ثقة كبيرة في وجدي بوعزي، ركنية، برافو يا وجدي على الأقل كورنر، الكرة الثابتة، هما جابوا بركنية وإحنا نجيب بركنية، خلي يفرح الحلاق. تمشي الكرة الآن من الركنية، ضربة الزاوية لفريق الترجي العاصمي، 32 دقيقة لعب في الشوط الأول، عام 2003 هدف الترجي في الإسماعيلية، جابوا راضي الجعايدي بكرة بالراس من ركنية، من ركنية في الدقيقة 32، من الدقيقة 32 فرصة لفريق الترجي التونسي. تمشي كرة عن طريق وجدي بوعزي، ما نفذهاش مليح وجدي بوعزي، ترجع من خليل شمام، شمام الكرة في التماس لفريق الترجي، يقول الحكم، الحكم يقول كرة لفريق الترجي. يمشي التنفيذ وجدي بوعزي، لا يترك المهام لليساري خليل شمام، دقيقة 32 مباراة صعبة، لحد الآن الإسماعيلي يؤكد تفوقه التاريخي على الترجي، لكن ما زالت ساعة الترجي بإمكانه أن يعود. وسام العابدي، كرة ترجع في وسط الميدان عن طريق مايكل الرامو، مايكل الرامو يضغط النيجيري، ترجع كرة لفريق الإسماعيلي، فريق الاسماعيلي اجريسيف اكثر على الكوره، الجرينتا موجوده من المصريين بعادتهم وطبيعتهم، يتقدم الهجوم، تمشي الكوره، يلعب صحيح على الكوره، يحط ساقه في الكوره ما يخافش، ترجع مره اخرى في وسط الملعب، بينما هنا اصابه، ان شاء الله يكون لاباس احد نجوم الاسماعيلي في الدقيقه 33 من الشوط الاول، النتيجه 1 للاسماعيلي 0 للترجي التونسي، اصابه لعبد الحميد سامي بعد تدخل من مايكل الرامو او لا، اللاعب شريف عبد الفضيل هو اللي ينصاب حسب ما يبدو، حسب ما يبدو في الصوره وعلى الشاشه، على كل حال اللي انصاب سلامات.
ننتظر مواصلة المباراة في الدقيقة 33 من زمن شوطها الأول. مباراة ما زالت صعبة وصعبة جدا على الفريقين، نهائي قبل أوان. على فكرة نحب نشكر الموقع الإلكتروني النادي الإسماعيلي صراحة، من 4-5 أيام كل يوم أطلع على الأخبار في تحضير المباراة، حقيقة روح رياضية كبيرة، وخاصة قدموا وأعلنوا وصول بعثة الترجي لمصر، قائمة الفريق، تحضيرات الترجي، استعدادات الترجي، وحكاوا بالخير أمانة وبالممتاز بالباهي نقولوا في تونس على فريق الترجي هذه. فشكرا للموقع الرسمي الإلكتروني لنادي الدراويش. من سيطير نحو دور الأربعة، وأين ستصل حدود طيرانه؟ إلى الذهب أم للنهائي أم للسيمي فاينل؟ من سيمر من هذا اللقاء اللي صنف على أنه نهائي قبل الأوان؟ إسماعيلي في البطولة العربية الأولى شارك ووصل للنهائي، وفي هذه البطولة هو يمثل مصر من جديد، والفريق في سجله الآن 4 انتصارات وهزيمة، اللي كان في المنزل ضد الترجي 2-1 ذهبا. هدف مهاب سعيد عمل مشكل كبير، حاليا محمد فضل بهدفه يعمل مشكل أكبر، والترجي مازال في عمر المباراة الشيء الكثير، 10 دقائق في الشوط الأول وشوط ثاني كامل من أجل الترشح. الشرط أنه ما نقبلش أهداف، شرط أنه ما نقبلش أهداف. يمشي مايكل الرامو، كرة تبتعد على النيجيري. لحد الآن الدفاع الإسماعيلاوي وداريو كاني يتفوق على النيجيري مايكل الرامو. مايكل الرامو في الفترة الأخيرة طالع نازل في الأداء في المستوى، طبعا ضغوط المباريات، ضغوط المنافسة، ترجي يلعب على 3 وجهات، الكأس والبطولة والبطولة العربية أكيد تلقي بظلالها على مستوى أي لاعب، وكل لاعب يمر فترة فراغ. ترجع الكرة من وسام العابدي، وسام العابدي كرة في الميدان، بدا يتفوق في الدويال الحوارات الثنائية النادي المصري. لو شفتوا بعد الهدف تغيرت المباراة، ما فيش فريق مسيطر اوكي، لكن الاسماعيلي صار يكسب كل حواراته الثنائيه، الدويال الكل ياخذ فيه النادي المصري. ترجي لازم يرجع يركز وينسى الهدف اللي قبله من محمد فضل. مثل هذه المباريات تحضر المجموعه وتحضر الفريق، قوه شخصيه الفرق تظهر الان في مثل هذه المواقف الصعبه واللي تزداد صعوبه بعد هدف محمد فضل. كره من عبد الحميد السامي، يلعب كره طويله عبد الحميد السامي بالراس، زياد الدربالي، زياد الدربالي بعيد على السويسي، ترجع في الميدان عن طريق طارق عاشور، طارق عاشور، زين العابدين السويسي، السويسي يلعب كره قدام لفريق الترجي، شمام مضغوط عليه ما لقاش الحل، مشكل كبير من الجهه اليسار، ينطلق الهجوم الاسماعيلاوي، حذاري شمام عندك انذار، حذاري خليل، برافو واجد بوعزي في المساعده والمساند، بوعزي، بوعزي خرج كره في وسط الميدان، امكانيه للفريق التونسي عن طريق طارق عاشور، طارق عاشور يشد الكره ينتظر مسانده، طارق عاشور يعطي الكرة لخليل شمام، شمام في وسط الميدان تتهيأ للسويسي، السويسي وفريق الترجي والكرة ضايعة وسط الميدان. فقد تماما الفولون، فقد تماما المقود نتاع السيطرة على زمام المباراة. 36 دقيقة 1-0 بعد الهدف شكل ثاني، بعد الهدف مباراة ثانية، بعد الهدف تاع محمد فضل ترجي آخر. تمشي كرة بتسديدة خطيرة وكرة على القائم خرجت، كرة على القائم خرجت في وقت الحديث عن سوء مردود الترجي في آخر الدقائق. كرة قوية وخطيرة جدا من أحمد سمير فرج. احمد سمير فرج شوف يتدلع على الفريق المصري، يركح له ويروض له ويمهد له، فماش بريسينج وضغط على ضارب الكره. هدف ثاني لولا القائم، فريق المصري كان ممكن يتقدم بهدف ثاني. ترجي بوجهين في هذا الشوط الاول، شوط القوه والثقه واللي كان قريب من فتح باب التسجيل، ثم الشوط الثاني معناها جزء الثاني في هذا الشوط الاول، جزء الغياب الكامل عن مسرح المباراه. إن شاء الله على الأقل الترجي يسلك أموره في هذا الشوط، إن لم نتعادل يبقى على هدف محمد فضل. في انتظار الشوط الثاني، في انتظار تغييرات المدرب، تعديلات المدرب، ومطالب فوزي البنزرتي. ترجع الكرة من داريو كان، داريو كان في كرة طويلة، وسام العابدي. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الترجي الرياضي التونسي. دويلة في وسط الميدان، قلت تحضيرات كبيرة أيضا لمباراة الترجي والاتحاد المنستيري، خلايا أحباء في كل مكان، منها خلية أحباء بنيانة في ولاية صفاقس،
إن شاء الله سيكون حضور كبير يقال في لقاء المنستير إن شاء الله على كل مباراة تدور في كنف روح الرياضية، خاصة سيد العزيز أن مباريات الأحد ستكون من نار في الدوري التونسي الافريقي وسفاقسي الترجي والاتحاد المنستيري في المستير والنجم الساحلي والملعب التونسي في سوسة الأولمبي. بينما كرة خطيرة وفرصة الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني مش ممكن مش معقول، وكرة تضيع، القصراوي خرج ركنية. ما فماش ترجي الآن، ما فماش ترجي منذ الهدف الأول من محمد فضل. فرص كبيرة لفريق الدراويش. الإسماعيلي بدأ يلعب لعبه، بدأ يلعب إمكانياته وتسرح بعد الهدف، لقى ترجي دفاع مشكل كبير وكرة خطيرة. وبرافو القصراوي هذه المرة، برافو القصراوي حمدي خلي الترجي في البطولة، فسخ هدف مؤكد، فسخ هدف محقق حمدي القصراوي. كرة هدف ثاني، كرة هدف ثاني تضيع على النادي الإسماعيلي. نتيجة ما زالت 1-0. ترجي يلزم يركز أكثر في ما تبقى من دقائق الشوط الأول مع كرة راسية ثانية وجونفي بيسالا. كرة خطيرة طبعا وفي أداء قوي جدا من الإسماعيلي في ما بعد الهدف. قلت شوط بوجهين، شوط التألق للترجي في 25 دقيقة وفرصة كبيرة ضاعت على مايكل الرامو. والجزء الثاني من الشوط اللي كان فيه الفريق الإسماعيلاوي هو الأفضل وهو المسيطر، سجل هدف، ضرب كرة على القائم وكرة يصد الآن الحارس القصراوي وهي في طريقها للمرمى. ترجع الكرة في الميدان لفريق الإسماعيلي. ماذا يحدث الآن بعد الهدف؟ فريق وقف تماما رغم أنه 2-1 تمشيك ركلات ترجيح، 1-1 ترشحك. لا أدري لماذا هذا التراجع على المستوى الذهني للاعبي الترجي بعد قبول الهدف. مباراة ما زالت طويلة، هدف تسجل في 25 دقيقة، عنصر الثقة نفتقده في هذه الدقائق. أحمد سمير فرج، كرة خطيرة وفرصة والهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الإسماعيلي. الإسماعيلي ما يلقاش دفاع اليوم ويسجل محمد فضل. الهدف الثاني لفريق الإسماعيلي وريكاردو. ريكاردو عارف من أين توك الكتف في هذا الشوط الأول. مش ممكن الهدف الثاني بهذه الطريقة. أهداف يعني سامحوني لا يقبلها فريق بحجم الترجي وخبرته. شوف الهدف الثاني، أحمد سمير فرج، محمد فضل، والهدف الثاني. هدفين للصفر في الشوط الأول. الآن الترجي يلعب على هدف من أجل ركلات الترجيح بعدما كان مايكل الرامو يلعب على هدف للبطولة. شوف الهدف الثاني للفريق المصري من الإسماعيلي بالرأس. شوف الكرة من أحمد سمير فرج، يلقى راحته جونفي يتفرج، العابدي مع الدربالي يتفرجوا. كرة بالرأس في مستوى 6 أمتار، مش ممكن تضيع على محمد فضل. وحده تلعب، وحده تلعب محمد فضل. ماذا سيفعل القصراوي؟ مش ممكن. افرح يا ريكاردو. هدفين للصفر بداية في الشوط الأول لم تكن متوقعة بهذا الأسلوب وبهذا الطريق. وطبعا صبحي يعبر عن فرحته. شفتوا الكرة فرص، شفتوا الكرة ما أقساها. الكرة كانت مايكل الرامو يسجل هدف، الأمور كانت مغايرة تماما لما يحدث الآن. الآن الأمور الواقعية، الأمور الواضحة الآنية هي الإسماعيلي يتقدم 2-0 بعد جزء الثاني في الشوط الأول كبير برشا من الفريق المصري. يوسف المساكني، يوسف المساكني، وفي خطأ، في خطأ لفريق الترجي. كنت سأستعجل الدقائق لينتهي الشوط بهدف على الأقل، لأنه واضح أن الترجي وقف وخرج من اللعبة بعد هدف محمد فضل. لكن نفسه محمد فضل يرجع ويضرب الضربة الثانية. تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق المساكني، المساكني يحاول يتقدم، يوسف المساكني يحاول التسديد وكرة ضعيفة، كرة ضعيفة من يوسف المساكني. بوتنسيال القوة، الإمكانيات بتاع فريق الترجي خاصة من ناحية الهجومية. مايكل يوسف وجدي بوعزي الدراجي اللي ما شفناهش في الشوط الأول، نتمنى أنه تظهر في هذه الدقائق اللي الفريق يحتاج المهارة ويحتاج المواهب ويحتاج القوة الشخصية بتاع كل ملاعب داخل المجموعة. إذا هدفين للصفر من محمد فضل. محمد فضل يسجل ثنائية في مرمى الترجي في شوط أول، في شوط واحد. فوز البنزرتي كان صرح قال دفاع الترجي قبل 20 هدف في 22 ماتش دفاع ضعيف ويقبل برشا أهداف. اليوم يظهر لي مع مراجعته هو كأول مباراة ليه يكتشف هذا المشكل اللي متفقين عليه، يظهر لي إعلاميين ومتفقين عليه كجماهير ومتفقين عليه كفنيين أنه مشكل الترجي هو دفاعه. مع فرق مثل هذه، مع فرق بحجم الإسماعيلي، يصعب جدا أنك تخرج سلامات من المباراة. في الشوط محمد فضل يسجل هدفين،
وهدفين لصفر للنادي الإسماعيلي. 25 دقيقة للترجي، ما سجلش أهداف، ما استغلش فترة قوته. النادي الإسماعيلي في العشرين دقيقة الثانية استغل قوته والكرات الجانبية العرضية، يركز على برشا ريكاردو وجاب هدفين. الآن كان تسمعوا المدرب فوزي بالزرتي يطلب اطلع القدام، يطلب البريسينج في مستوى منطقة ووسط الإسماعيلي. شوف معناه حقيقة فوزي بنزرتي عمل كبير، ينتظروا يعني مركز الآن على تمركز الملعبية متاعه. قدم يا سويسي، مكانك هناك يا دراجي، إجا على اليمين يا مساكني. يعني الله يعينه بالفعل فوزي بنزرتي في هذه النهاية الصعبة الساخنة للموسم الكروي محليا وخارجيا. جونفي بسلام، أنا هي طايحة وزاد طاح. جونفي بسلام، مايكل الرامو، مايكل الرامو في خطأ، لا الحكم يقول العب. الكرة ستلعب للإسماعيلي، المرتدات للفريق المصري، واحد بين ثلاثة ياخذها، واحد بين ثلاثة. فارق المهارة واضح، فارق المهارة واضح أمانة. وترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الترجي لمايكل الرامو، مايكل الرامو في خطأ على النيجيري. الحكم يقول فاول ضد مايكل الرامو، الحكم الإماراتي علي حمد. كل كرة تجي عند مايكل فيها خطأ في صافرة الحكم الإماراتي علي حمد، قلت دولي من 2005. سلامات بالنسبة للاعبين الاثنين في كرة مشتركة وفي شوط أول سينتهي. بينما هذه الكرة الأخيرة بين مايكل الرامو ومحمد حمص، حكم قال العب والكرة ستلعب، وما زال الشوط تدور فيه الكرة ونتيجة 2-0. نتيجة 2-0 للفريق المصري على أخطاء فردية، لكن الكرة فيها أخطاء وفيها أهداف. الإسماعيلي نقول أنه كثير ما يتألق ضد الأندية التونسية، متابعة جماهيرية كبيرة، كل المدينة تعيش على إيقاع هذا الماتش. الفرق التونسية في ملعب الإسماعيلية سبع مباريات، ست مرات الفرق التونسية تسجل. الماتش الوحيد اللي ما سجلناش فيه كان الترجي عام 95 وفات 0-0. إن شاء الله ما يتكررش هذا الصفر يا ترجي اليوم، لأنه في النتيجة الآنية يعني الإقصاء من دور الثمانية لدور أبطال العرب. يظهر لي بالفعل برشا أنه ثالث مرة الترجي يلعب مع الإسماعيلي ويخرج من الفريق الإسماعيلاوي، مع اعترافنا بقوة الإسماعيلي لكن أيضا بإقرارنا من هو الترجي الذي تونسي. إذا بالفعل تصبح عقدة، إن شاء الله ما تصبحش عقدة، لأنه الترجي مازال ممكن يرجع، مازال ممكن يرجع، مازال شوت. الكورة راهي فيها غرايب وعجايب، الترجي يلعب على هدف التعادل الآن، يحسب ويعتبر للحل على الأقل بتاع ركلات الترجيح. هذا الحل الأول الآن والحل الشرعي والمطلوب. خليل شمام، عمر جمال عمل اللي حب من اللي صار، عمل اللي حب، تفرج وشوف، تفرج وشوف عمر جمال، شوف الملعبية إيش تعمل. يتقدم الهجوم مرة أخرى والكرة في التماس. عمر جمال حقيقة قلت لك نقطة قوة، نقطة مذيعة لهجوم الدرويش. الشوط الأول سينتهي ويريد ينتهي الآن، لأنه تخاف من هدف الإقصاء نهائيا، الهدف الثالث انتهت الحكاية. بالفعل أحسن لما زفر الآن الحكم الإماراتي علي حمد، شوط بوجهين لكن وجه الأصفر كان قوي في الفترة الثانية وسجل هدفين. ما زلت ملعبية الترجي، وتذكير من مخرج المباراة محمد نصر بالهدفين. هذا هو الهدف الأول من محمد فضل، يطلع وحده ويضرب، والهدف الثاني تقريب سيناريو مطابق الأصل، يطلع وحده ويضرب، وهدفين لصفر للفريق الإسماعيلاوي. الإسماعيلي 2-0، الترجي بدا بتشكيلة فيها القصراوي على اليمين جونفي بيسالا، على اليسار خليل شمام، وسط الدفاع العابدي والدربالي زياد، طارق عاشور، السويسي بوعزي، المساكني دراجي، وقدامه مهاجم واحد مايكل الرامو. بالنسبه للنادي الاسماعيلي محمد صبحي، مواب سعيد اللي عمل شغل كبير من جهه اليمين، كانت جهه كبيره برشا وخطير على الترجي جهه اليمين اللي فيها مواب سعيد وعمر جمال، على اليسار احمد سمير فرج، ثم شريف عبد الفضيل، داريو كان، عبد الحميد سامي، محمد حمص، عبد الله السعيد، محسن محمد ابو جريشه، ومحمد فضل نجم المباراه. نفس الاسماء
نفس التشكيل بالنسبه للمدرب فوزي بن زرتي. اي خيارات في الشوط الثاني، اي تغييرات في الفتره الثانيه؟ ولو انه لقاء مثل اليوم هو لقاء عزيمه، لقاء روح، لقاء الملعبيه تعطي اكثر ما عندها، لقاء رجال اللي تجيب فيه فرصه لابد ان تتاح. وهذا هو جمهور الترجي التونسي اللي في شوط يحب يقول ملاعبيته اليوم راهي لاهي التكتيك ولاهي تكنيك، اليوم لاهي فنيات ولاهي خطط وخطط مدربين، اليوم العزيمه ايش عندك في قلبك للون اللي تحمله والقميص اللي تلبسه. اذا نبدا على بركه الله الشوط الثاني. 2-0 مازال ما ضاع شيء، 2-1 نمشي ركلات الترجيح. اذا سجلنا هدفين ترشحوا، لكن انا ديما نفكر في هجوم الترجي القادر على التسجيل، لكن حاب نذكر دفاع الترجي وخاصه هجوم الاسماعيلي. هجوم الاسماعيلي هجوم قوي برشا، هجوم هو الاقوى في دوري ابطال العرب من الاخر، يعني لحد اليوم سجل 17 هدف، هو اقوى هجوم في البطوله العربيه نسخه 2008-2009 وهي البطوله السادسه. اذا المباراه ستنطلق في هذه اللحظات. دوري ابطال العرب والحضور المصري 2004 على الاسماعيلي كان في النهائي، الزمالك لعب بالسيمي فاينل، اثنين خرجوا من الصفاقسي. 2006 انبي خسر النهائي من الرجاء البيضاوي. عام 2007 الزمالك وقف في النصف النهائي ضد الفيصلي الاردني. 2008 طلائع الجيش خسر نصف النهائي ضد وفاق لونتونت الصيفي الجزائري. 2009 اي حضور للدراويش. حاليا الاسماعيلي في السيمي فاينل لكن مازال شوط، والحكم الاماراتي علي حمد يقول على بركه الله الفترة الثانية من لقاء التونسي المصري بين الترجي والاسماعيلي، والنتيجة هدفين لصفر للفريق الاسماعيلاوي فريق الارض والجمهور. ذهابا تقدم الترجي بهدفين، وسجل مهاب سعيد هدف مهم جدا حاليا للدراويش. الترجي خاسر 2-0، علاش ليه ما سجلش هدف ونحلم مرة أخرى ندخل في الكورس وفي السباق من أجل دوري أبطال العرب، من أجل دوري الأربعة. تمشي كرة مرة أخرى عن طريق مايكل الرامو، مايكل الرامو يبعد على داريو كان، مايكل الرامو تتهيأ الكرة لفريق الترجي، إمكانية الهجوم والدفاع، حذاري المرتدات، نعم للهجوم لكن حذاري من الكونتر أتاك. ينطلق الإسماعيلي، تقريب الإسماعيلي فريق أنا يذكرني خارج ميدانه لما يلعب بالكونتر أتاك مثل السي اس اس في تونس، فريق خطير برشا، فريق صعب الميراث وبالتالي حذاري المساحات. يلعبوا الكره القصيره، عندهم السرعه، عندهم المهاره، شوف المهاره الفرديه، شوف المهاره الفرديه عمر جمال، مش ممكن عمر جمال، يعني اكيد حسن شحاته في قائمه المنتخب المصري ضد زامبيا لازم يفكر في عمر جمال، مش ممكن تجد لاعب بهذه الامكانيات. وركنيه جديده طبعا الترجي وجمهوره الان يخاف من كل كره ثابته، من كل ضربه زاويه ولينا نخافوا. على حمد القصراوي من كره جديده للاسماعيلي، كره دويله ترجع من الدفاع، اسبوع صعب الحقيقه للكره التونسيه على مستوى الانديه، نتائج الكاف، نتائج المسابقات القاريه، يعني نقطه استفهام، نتائج مخيبه للامال. النجم ياخذ ريسك كبير بانتصاره هدفين لهدف في انتظار لقاء شلف الصعب بعد 10 ايام. ايضا فريق النادي الافريقي خسر 2-1 في رادس ضد جولي بابا ماكو، والامور صارت اصعب من الصعوبه في حد ذاتها في لقاء استاد مودي بوكايتا في مالي يوم 5 ابريل. الملعب التونسي 0-0 مع استاد ماليان، وضعيه ايضا حرجه. النادي الصفاقسي وحده هو اللي مضمن ان شاء الله بنسبه كبيره ترشحه، والقوافل القفصه حذاري من المغرب الفاسي الماس في لقاء العوده. الترجي سيعود ان شاء الله من طبع الى التفائل، شلت كل الاوراق نتاع المعطيات الا ورقه التشكيل، مركزين على المباراه، الجمهور تدعو، الجماهير تدعو، والترجي هل يستجيب؟ تمشي كوره الان من ركنيه لفريق الترجي، ليجاند اسطوره فريق الدراويش بالفعل في كورته الحلوه وفي مدرسته حقيقه الرائعه والرائعه جدا. وجدي بوعزي من هدف في بدايه الشوط الثاني، وجدي بوعزي كوره بالراس ترجع من الدفاع، رجعت من دفاع الاسماعيلي مرة أخرى تتهيأ لوجدي بوعزي، يرجع وجدي بوعزي يخرج لخليل شمام، يطول كورة ممكن جدا خطيرة، لا محمد صبحي وحده، محمد صبحي وحده في هذا التوقيت، والكونتر أتاك العادي والاعتيادي، المشهد العادي في الدراويش. وسام عبدي برافو، وسام العابدي يعمل توزيع كورة خطيرة جدا، لو خلاها مشيت مايكل ولو خلاها مشيت داريو كان كانت تتهيأ للدراجة والمساكني راس راس. ترجع الكورة من محمد حمص ولا مرتدة، فما مساحات الآن طبيعي جدا. ترجي يلعب الكل في الكل، يا يترشح يا ثلاثة، وتمشي خطيرة عند الحارس حامد القصراوي. إن شاء الله ردة فعل
الفرق الكبرى تكون موجودة في هذا اللقاء. نلعبوا يعني بقليب ونلعبوا بأداء والنتيجة عند الله. يعني الكاتب يستنى، المهم أن الترجي يلعب يلعب حظوظه في هذه البطولة والمباراة، ما يستسلمش. تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق عمر جمال. عمر جمال مشكل كبير، مشكل كبير هذا اللاعب. عمر جمال، عمر جمال يبادل الكرة لأحمد سمير فرج. أحمد سمير فرج يوزع كرة وترجع من دفاع الترجي. رجعت من دفاع الترجي عن طريق العابدي. برافو وسام، وسام العابدي. تمشي كرة ممتازة جدا عن طريق الدراجي. الدراجي يدخل وسام، أسامة، أسامة الدراجي. دراجي يلعب كرة مراوغة، الدراجي يدخل خطيرة جدا. الدراجي مايكل الهدف، مايكل الهدف. سجل يا رامو، سجل يرعبهم يا مخوفهم. مايكل رامو، رجع الترجي يا ولد، رجع الترجي يا ولد. والهدف الاول للترجي العاصمي. 4 دقائق في الشوط الثاني، مايكل رامو هدفي لهدف الدراجي. برافو وسام العابد، يعطيك الصحة. خرجت الكورة للدراجي، الدراجي عمل الكورة المراوغة الأولى والثانية بالسرعة والمهارة والشماريخ هنا في استاد الدراويش. هدفي لهدف بكورة عن طريق مايكل رامو. الهدف اللي طلبناه، الهدف اللي شفناه، الهدف اللي قريناه وقلنا عليه، ها هو ياتي. خسارة شاف 2-0، لكن المهم يبقى الترجي في البطولة العربية. سلامات يا صبحي، والترجي يستعيد أمل المراهنة على دور الأربعة. هدفين لهدف من مايكل رامو، هدفين لهدف من رامو. 5 دقائق في الشوط الثاني، على الترجي ان يلعب، بامكانه ان يسجل. شوف الكوره من عابدي، شوف الدراجي عمل 60 70 متر. خميس عليك، ما شاء الله عليك، خطاف الفريق الاسماعيلاوي لمصلحه الترجي اللي ما عرقلش الدراجي. الدراجي كبير، الدراجي فنان. العبها العرضيه، العبها في 6 امتار للاعب مايكل، والكوره تدخل في الشباك بالنيران الصديق على ما يبدو. لكن وجود مايكل، وجود مايكل يخوف، وجود مايكل يخوف، والكوره في الشبكه الاسماعيلاويه. هدفي لهدف الدراجي بالسرعة، هذا هو المطلوب. الدراجي في أول حضور يعطي بصمة ويعطي لقطة وافرح يا مكشخ في كل مكان. إذا رجعت المباراة، رجعت لنقطة الانطلاق، رجعت بخطأ للترجي. بإمكان الترجي أن يعود، بإمكان الترجي أن يستعيد بريق الأمل. هدف ثاني رشحنا يا مايكل، سجل الآن بدون النيران الصديقة يا رامو. تمشي كرة خطيرة، خطيرة جدا، مش ممكن. فرصة فيها تسلل، فيها تسلل. ماذا سأقول؟ ملايين تعشق الكرة التونسية تتابعني، ملايين تعشق الترجي ترصدني، لكن سأقولها. عادت ريما لعادتها القديمة، رجع دفاعنا كالعادة. هذه مباراة هجوم، مباراة هجوم وفوزي فم اللعبة. قال لك الدفاع اليوم ممكن ما يطمنيش. هات يا مايكل وطمني، هات يا مايكل واقنعني، هات يا مايكل ورشحني، هات يا مايكل واهني. تمشي كرة طويلة، 2-1 الرامو، الرامو يلعب كرة، بوعزي يضرب، بوعزي والثانية. الله يا وجدي، الله يا وجدي، الترجي سيعود، وعندما يعود الترجي مشكل كبير للمنافسين. نعم هدفي لهدف، وكرة التعادل، كرة التعادل لولاك يا صبحي، لولاكي لولاكي لولاكي، يدي صبحي تنقذ الدراويش. يضغط الترجي العاصمي، هذه فرصتنا، العب كرة سليمة، وصل كرة سليمة يا مساكني. ترجع مرة أخرى، والدفاع موجود. جونفيه بيسالا، شوية هدوء الآن، شوية جونفيه. يلعب شمام، شمام في دربك في الإسماعيلي، هذه فرصتنا يوسف. يلا جوزيبي يلعب كرة، والدفاع المصري للأوت، التماس تونسي والكرة الترجية. الترجي بإمكانه أن يتعادل الآن، بإمكانه أن يتعادل. قلت لك الكورة فيها شمان بعد شوط كارثي، بداية شوط منعشة للآلام، للآمال، 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 الله يفكنا من الآلام. تمشي الكورة مرة أخرى طويلة في وسط الميدان، يلعب يا سويسي، يا سويسي في وسط الميدان توصل الكورة، يلعب الترجي يفتح اللعب، والعب العب يا الصمدة، والعب يا درويش. وجمهور الترجي قلوا في البداية بالروح بالدم نبديك يا ترجي، بين هذا وذاك، بين جمهور وآخر، من سيتجاوز من؟ تمشي كرة مايكل، ما غير خطأ الرامو، 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 أوه لا ما فيها شيء، سامحني هذه المرة علي حمد أول مرة أتكلم، ما فيها شيء يا سيدي الحكم. الصافرة الإماراتية كتف كتف، راجل مع راجل، اتخل وطلع مايكل الرامو، ما فيهاش خطأ، ما فيهاش خطأ صراحة. ممكن زميلي الكواليني يقول أوكي علي حمد صحيح، لكن أنا والله بقطع النظر على أنني تونسي أحكي بالكورة ما فيهاش فاول.
حتى لو كانت هذه في دوري ابطال اوروبا ساقول لماذا يحكم المباراه. الدراجي الدراجي والهاوت والتماس، يعني الرجه نتاع فوزي بنزرتي سكر الابواب اغلق الابواب في حجره الملابس وهز اللاعبين هز. فهل يهز الترجي اليوم العقده الاسماعيليه ويتاهل لدوري الاربعه؟ يا دراجي اسامه دراجي ترجع كوره في الميدان، سبحان الله الكوره والمعلق والمشجع داخل في اللعبه سبحان الله، بين الشوط اول والصوت المعلق في الفتره الاولى في الهدفين والصوت البدايه الثانيه مع هدف نيرامو. ان شاء الله يكمل الترجي ويكمل على خير، ما زالت المباراه صعبه لكن التعادل الان قائم، اللي سجل يكسب. سجل اسماعيلي مبروك، جابها الترجي الف مبروك. تمشي كوره يا دراجي، هذه كورتنا هذه فرصتنا. ينطلق المساكني، المساكني يلعب كوره خطيره جدا والراسيه، يضغط الفريق التونسي والحكم يقول خطا، يقول فاول على الوجد بوعزي. الهدوء والاستمرار، الاستمراريه يا ترجي. فالدوام ينقب الرخام، ما فيهاش فاول، فيهاش فاول، هذه حرم فيها الحكم الاماراتي مايكل الرامو من فرصه كبيره، من فرصه كبيره حرم فيها مايكل الرامو. ترجع الكره مره اخرى وفي خطا للفريق العاصمي الفريق التونسي. فرصه الاخيره، الكره تتلعب على جزئيات. مايكل الرامو ضيع في الشوط الاول، الترجي كلاه هدفين، جاب مايكل هدف 2-1، الترجي ركلات ترجيح، جات كره 2-2، الحكم علي حمد سامحني ماهيش مخالفه. على كل ناش نبقى ونبكيو على الكره، سنعوضها ان شاء الله بخير منها. تمشي الكره خطيره، حذاري زياد دربالي عندك القصراوي، كنترول كنترول، يعني الله يعين مشجع الفريقين لانه نقطه الضعف في الترجي الاسماعيلي مشتركه هي الدفاع. فجمهور الترجي كل كره الاسماعيلي يخاف، وجمهور الاسماعيلي كل كره مع نيرامو يخشى السيناريو القاتل. ترجع الكره من طارق عاشور، طارق عاشور واجد بوعزي، ضغط بريسينج، بريسينج لفريق الترجي ممتاز. بوعزي بوعزي مواب سعيد، وبرافو بوعزي، بوعزي يحاول يسدد، الله الله يا واجد بوعزي، باهي باهي، هذه هي الروح اللي طلبناها. لا طرح البنزرتي ولا الكنزاري، طرحكم انتوما الان من خلال الاداء الرجولي والاستبسال والدفاع عن لونين الفريق. شوف الكوره من بوعزي، اه لو كانت اوطى شويه، لو كانت تحت شويه سنتيمترات تبدل مصير بطل ومصير لقب في البطولات في كره القدم. محمد صبحي تالق كابها ما يكون، صد كوره كبيره برشا من اللاعب بوعزي، كانت كره التعادل ومازال اسماعيلي يعني مصدوم بهدف مايكل الرامو. وهذا هو الهدف، محمد نصر معانا في الصورة كلمة بكلمة صورة بصورة، هذا هو هدف مايكل. اه لو تدخل مرة ثانية، اه لو تدخل مرة ثانية، الترجي سيصل لدور الأربعة. كل فريق يلعب على هدف الآن، التعادل سيد الموقف. تمشي كورة من داريو كان، داريو كان يلعب كورة طويلة لمن الأفضلية؟ جون في بيسالا، هذه المرة يسبق عمر جمال. بدا الترجي ياخذ لعب وإن شاء الله يواصل، لأنه عملنا 20 دقيقة 25 دقيقة أولى مزيانة، ثم بعد الهدف انهرنا تماما. هدف مايكل يرجع، هو الكورة من الرامو، الرامو يلعب الكورة جون في بيسالا، جون في بيسالا يوزع كورة خطيرة جدا. الدراجي والحكم يقول العب، التدخل الدفاعي كان من داريو كان، لعب بالنار داريو كان. تمشي كورة من محمد حمص، حمص الكورة لياسين العبدين السويسي للترجي، أعصاب مشدودة في استاد الإسماعيلية. تمشي كورة مرة أخرى في وسط الميدان المساكني، يلعب الدراجي، الدراجي يدخل بكورة لمايكل، مايكل الرامو يوصلها لمن؟ يوصلها لجونفي بيسالا، رد بالك يا جونفي، رد بالك يا جونفي. والكورة تبقى للترجي، بينما هذا الكابتن أحمد العجوز الذي قال المباراة صعبة لكن سنتجاوز الترجي التونسي. مباراة كبيرة، مباراة صعبة الآن في الشوط الثاني. الآن اللي قلبه يوجع شوية يلزم يخاف وما يتفرجش. مايكل الرامو، كرة الركنية للترجي يا داريو، لا لداريو كان، كرة لداريو كان المساعد يقول. والترجي يضغط في منطقة الفريق الإسماعيلاوي، يعني الترجي يعمل في بريسينج عالي في مناطق الدراويش أمام الحارس محمد صبحي. التغيير للفريق التونسي، يدخل خالد القربي بديل لزين العابدين السويسي. إذا ممكن نقول أن المباراة تلعب الآن على هذا التغيير، مركز بمركز، بوزيشن بوزيشن، ما فيش تغيير في فكر البنزرتي، لكن دخل لاعب على حساب لاعب، خالد القربي بديل لزين العابدين السويسي. حارس مدرب الحراس ناصر شوشان، حارس السبعينات والثمانينات في الترجي التونسي،
هو مدرب الحراس، بينما الكرة ترجع من اوت ورمى جانبية للنادي الإسماعيلي عن طريق عمر جمال. جونفي بيسالا، جونفي بيسالا تعطي الكرة والرأسية من خالد القربي في ميركاتو الشتاء قادما من فريق باردو الملعب التونسي. تعطي الكرة مرة أخرى لفريق الإسماعيلي، الإسماعيلي في توسيع كرة ترجع من الدفاع عن طريق الدربالي مرة أولى، عن طريق طارق عاشور مرة ثانية ضيع الكرة والخطأ، الخطأ للنادي الإسماعيلي. عذاري في الكرة القادمة يمسك الكرة القادمة، لابد أن ننتبه لأنه الإسماعيلي عنده لاعب اسمه عبد الله السعيد يضرب مليح الكرات الثابتة. ركز يا حمدي يا قصراوي، اللاعب الوحيد من الترجي الذي سيكون على ذمة المنتخب الوطني السبت القادم في نيروبي. على فكرة مباراة مباشرة وحصريا عبر يارتي سبورت، مباراة استاد كازاراني في نيروبي، الهارامبي ستارز كينيا ضد المنتخب التونسي في بداية الحلم للمونديال الجنوب افريقي 2010 في الساوث افريكا. اعطينا الكرة هذه تمنع تخرج بسلام واجب عزل، ما زاد خطورة، ما زاد الخطورة للدرويش بتوزيع كرة خطيرة، والحكم ماذا يقول؟ فرصة والكرة تخرج، ماذا قرر الدفاع؟ يقول اوفسايد على محمد فضل. الدفاع مرة أخرى يخطئ، فيها تسلل، فيها تسلل، لا لا فيها تسلل، فيها تسلل، تسلل، وقع وقع في الفخ اللاعب اللي خرج، لا محمد فضل موجود في الاوفسايد. كرة كانت خطيرة على الفريق التونسي، ترجع الكرة للنادي التونسي الترجي الرياضي. ربع ساعة في الشوط الثاني 2-1 كان قريب من الهاتريك. شوف الكرة، محمد فضل موجود في اوفسايد، لكن اللاعب اللي خرج ما كانش متسلل، خطأ تمركز، خطأ بوزيشن. ترجع الكرة من مايكل، مايكل الرامو يحاول الرامو على الأقل مخالفة، يا مايكل جابها الرامو، ما شاء الله عليك يا مايكل، ما شاء الله عليك يا مايكل. الرامو يلعب الكرة للقربي، القربي تطي الكرة لبوعزي، بوعزي مرة أخرى يجري كرة، هي شمام، هي شمام، شمام يوزع لمان الرأسية للدفاع المصري. رجعت الكرة مرة أخرى عن طريق الفريق التونسي من يوسف المساكني، يا ولد تمشي كرة لطارق عاشور، عاشور مرة أخرى ليوسف بنفس الطريقة، يضغط الفريق الترجي الرياضي التونسي والكونتر اتاك حذاري. غطي غطي بازيلا، غطي يا جونفيه، شمام موجود، شمام يلعب كرة مرة أخرى خطيرة، ما فماش أوفسايد، امشي امشي، ما فماش تسلل، مش ممكن، مش ممكن، الرام عطاها بالراس، امشي للكرة من بعد، شوف الحكم والمساعد، غريبة في بعض الأوقات اللاعب التونسي مركز على الحكم ومركز على الصحافي ومركز على المعلق شو يقول ومركز على الجمهور شو يعمل، يركز على الكرة ويجري ورا الكرة. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، تمشي كرة سهلة لحمدي القصراوي، حمدي القصراوي شد الكرة، كرة عن طريق القصراوي بطريق حمدي ستعود للترجي التونسي، هدفين لهدف للنادي الإسماعيلي. تمشي كرة مرة أخرى، محمد حمص، حمص تعدى فيها خطأ، فيها فاول على خالد القربي. حقيقة مجهود كبير والإطار الفني، تسمعوا لاعب لاعب مرة هذه على يوسف المساكني في تمركزه في الملعب وفي المباراة. كرة في العمق ترجع للدراويش، يرجعوا يلعبوا كورتهم، يرجعوا يلعبوا عن طريق مهاب سعيد، وبرافو المرة هذه، برافو المرة هذه، التغطية موجودة من خليل شمام. لو نوقف الأطراف الإسماعيلوية الترجي سيمر إن شاء الله، لأنه القوة على أطراف مهاب سعيد وعمر جمال من جهة، ومن جهة ثانية أحمد سمير فرج، ومن جهتنا بوعزي ما مشيتش، بوعزي والدراجي والدفاع والتماس، رمية الجانب للإسماعيلي. هدفين لهدف ذهاب للترجي في تونس، هدفين لهدف حاليا للدرويش، والكرة خطيرة للإسماعيلي، ووسام العابدي، وسام العابدي بعد الكرة ترجع في وسط الميدان، محمد حمص يمسك اللعب، يتمبوريزي اللعب والكرة، محمد حمص مرة أخرى تمشي الكرة للفريق الدرويش عن طريق محمد حمص. 17 18 دقيقة في الشوط الثاني، 2-1 للنادي الإسماعيلي. ترجع كرة مرة أخرى، كرة في الميدان، شوف الكرة، شوف قديش القدرة للفريق المصري انه يمسك الكرة واللعب والباسات، وساسة من المراوغات خطيرة جدا، خطيرة ويبعد الدفاع، ما زالت الامكانية والتسديدة، والله مرت، مرت كرة احمد سمير فرج، مرت كرة احمد سمير فرج، والله الكرة تحبنا يا قصراوي، الكرة على القايم، والكرة هذه والكرة اللي ناحيتها تقول ان الترجي ممكن القدر يخبي له شيء صار، فسجل يا نيرامو، سجل يا دراجي، سجل يا ابو عزي. شوف الكرة الاخطر، اخطر كرة الاسماعيلي في الشوط الثاني، الكرة الثانية الدوزيام بال ياخذها عبد الله السعيد وحده او احمد سمير فرج،
اليساري الرائع احمد سمير فرج، ممتاز جدا هذا اللاعب، عندهم لاعبيه حقيقه بالفعل. لم يكذب جمهور الاسماعيلي لما قال الدراويش اسطوره، اسطوره تحب تتفرج فيهم، تحب تستمتع بلعبهم وكرتهم. اليوم نحبهم يلعبوا لكن نحب الترجي يكسب. خليل شمام، خليل شمام، مايكل الرامو، ايه الرامو يتعدى داريو كان وخطا الحكم يقول. الله يعينك يا مايكل الرامو. داريو كان وعلي حمد. ترجع الكرة مرة أخرى للنادي الإسماعيلي عن طريق محمد صبحي، في كرة ملعوبة طويلة. ترجع من جونفي بيسالا في وسط الميدان، ياخذها الكرة عبد الله السعيد، عبد الله السعيد يلعب لشريف عبد الفضيل، تتهيا الكرة مرة ثانية في وسط الملعب لانطلاقة والإطلاق لهجمة مصرية إسماعيلوية. 20 دقيقة في الشوط الثاني، ترجي 1 الإسماعيلي 2 بحساب الذهاب والإياب 3 الترجي 3 الإسماعيلي. تمشي كرة من عبد الحميد سامي، عبد الحميد سامي يلعب الكرة عن طريق عبد الله السعيد، عبد الله السعيد كرة ترجع في وسط الميدان مرة أخرى تتهيا للدراويش، كرة قصيرة، كرة قصيرة ممتازة للنادي المسرك، برافو دفاع ممتازة زيادة دربالي هذه المرة، دربالي المساكني، المساكني جونفيي، جونفيي خرج كرة، ينطلق الدراجي مرة أخرى، الدراجي فيها خطأ، فيها مخالفة، في مخالفة نعم على الفريق الإسماعيلاوي على شريف عبد الفضيل. خطأ يستفيد منه الدراجي، ولا مخالفة جات في العشرين متر، جيبها يا دراجي، يلعب عليها يا دراجي. الكرات الثابتة والجزئيات اليوم الديتاي تصنع الفارق في مباراة العرب لدوري أبطال العرب بطولة المليون دولار. محمد حمص يرجع بالكرة، عبد الحميد سامي، عبد الحميد سامي تتهيا الكرة للفريق المصري، كرة طويلة من عبد الحميد سامي، شوف شوف الفراغات، وينك يا طارق؟ عاشور حاول يضغط والدفاع يتوزع كرة والدفاع من وسام العابدي، العابدي مرة أولى وكرة خطيرة وفرصة ما زالت الإسماعيلي، ما زالت صعبة والراسية عالية، عالية الكرة وخرجت 6 أمتار، كرة صعبة على الفريق التونسي، كرة صعبة على الترجي العاصمي، كرة كانت خطيرة جدا من محمد فضل، ما لقينالوش حل محمد فضل وعمر جمال. ولو أن الشوط الثاني لحد الآن إن شاء الله يكمل على خير، الترجي نجح في إيقاف قوة عمر جمال، عمل الشو في الشوط الأول، عمل لي حب في الشوط الأول. تمشي كرة من القصراوي، هدف ثاني رشحنا أكيد، هدف ثاني بإذن الله رشحنا أكيد يا ترجي. خالد القربي، خالد القربي يلعب للدراجي، دراجي حاول يمر الدراجي والكرة تضيع على أسامة، هو التماس للفريق التونسي، كرة للفريق التونسي، هذا محسن أبو جريشة، ممكن في 5 دقائق محسن أبو جريشة باش يخرج ويدخل اللاعب مصطفى كريم اللاعب العراقي في تشكيل الإسماعيلي، نتصور هذا اختيار المدرب ريكاردو. مايكل الرامو وفي كرة في التماس خرجها داريو كان، الحوار متواصل بين داريو لاعب الهلال السوداني سابقا الموج الأزرق وبين النجم الأصفر للترجي النيجيري لاعب السوبر جرين جيلز مايكل الرامو. تمشي كرة من داريو كان في التماس، بدينا نقرب نقترب من جديد يا ترجي. خليل شمام، شمام يلعب الكرة للرامو، ركنية مينيموم يا الرامو، لا تمشي كرة شمام خطيرة وفرصة كبيرة ضاعت، فرصة كبيرة ضاعت على الدراجي، فرصة كبيرة ضاعت على الدراجي، زيادة دربالي عنده الكرة الأولى، الراسية الثانية لمن؟ تمشي طارق عاشور وتتهيأ لفريق الترجي الرياضي، مايكل الرامو يضغط، مايكل الرامو يدخل منطقة الجزاء النيجيري، يلعب الرامو يدخل يسدد كرة عرضية، أين المتابعة؟ أين المتابعة؟ الكرة والفرصة تضيع على الترجي. أداء طيب في هذا الشوط الثاني للفريق التونسي، وشوف الجمهور في فرحة الهدف هذا، في فرحة الهدف، الهدف الأول لفريق الترجي التونسي عن طريق الرامو، كان ممكن يجيب الثاني الرامو، كان شوية أناني، كان معاه لاعب في مكان أحسن، ما شفتش، ما نكذبش عليكم ما شفتش، مساكني ولا أبو عزي، اختلطت علي الأوراق في ظل هذه الضغوطات، ركز على داريو كان، ركز على داريو كان يا وجدي، أبو عزي، مهاب سعيد، والحكم يقول خطأ، في فاول ضد وجدي أبو عزي، خطأ على وجدي أبو عزي. شوف الخطا، الخطا صحيح موجود، نقولوا للينا واللي علينا. في خطا ضد وجدي أبو عزي. وصلنا المنتصف الشوط الثاني. هدفي لهدف للاسماعيلي. تعليمات المدربين والطاقم الفني حقيقة مباراة موسم على المستوى العربي، مباراة موسم بالنسبة للاسماعيلي، لأن الاسماعيلي بعيد 4 نقاط على الأهلي في مستوى الدوري.
خرج من كاس مصر، الكاس اللي كسبه نادي حرس الحدود لاول مره في تاريخه، والبطوله العربيه هي المنقذ لموسم الدراويش. بينما الترجي يلعب على ثلاثة وجهات، لكن فريق بحجم الترجي يلزم يامل بحظوظه في كل الالقاب، لذلك هو يلعب محليا في الدوري والكاس، وايضا عينه على البطوله العربيه. خطا ضد داريو كانو، كوره تمشي، الكوره وتمر خطيره جدا، امكانيه لكن في خطا، في خطا على فريق الترجي، في فاول ضد يوسف المساكني. ما زلنا ننتظر هدف حاسم في المباراه. تمشي كره طويله خطيره، الدربال يخرج قصراوي، والكره عند حمدي، كره عند حمدي القصراوي، كانت كره نسبيا صعبه في طريق محسن ابو جريشه. وتسمع في ريكاردو داريو، داريو يحبه برشا داريو كان من اللي كان معاه في نادي الهلال، رغم انا في قناعتي معتصم سالم افضل، مع العذر للاسماعيلويه ذي امور داخليه، لكن كان متابعه الفريق ذولي معتصم لاعب ثابت في مصلحتنا اليوم، في مصلحتنا. امشي بالكره، امشي في الانطلاق، الخمسه دقائق اللي قلت عليهم باش يجي التغيير، مصطفى كريم يظهر لي هو التغيير مكان محسن ابو جريشه. محمد فضل، محمد فضل يلعب بالكره، يطلع الفريق المصري. دقيقه 70 الان، حذاري حذاري، رجعنا من بعيد، يلزم نكملوا يا ترجي. تمشي كره طويله خطيره جدا، عمر جمال مره اخرى، ما غير خطا، ما غير خطا يا زياد، زياد الدربالي وعمر جمال، سرعه كبيره، يا رجل احمد سمير فرج باش يعمل كروس، حذاري من بوشريشه. تمشي كره طويله ملعوبه بعيده، كره للترجي الرياضي التونسي، كره في الاوت والتماس للترجي العاصمي، وجاء وقت التغيير. كما قلت لك يدخل مصطفى، او اللاعب مصطفى كريم العراقي بديل لمحسن بوشريشه، هذا هو التغيير، واضح جدا، خرج بوشريشه يدخل مصطفى كريم، بوزيشن بوزيشن، ما غيرش في التفكير، ما يغيرش في الاسلوب. البرازيلي ريكاردو، خمسة دقائق بالضبط، من 66 لل 70 كان اتفقت معاه ريكاردو على هذا التغيير. تمشي كرة من شمام، ينطلق الهجوم، محمد حمص، محمد حمص يلعب كرة طويلة، كرة طويلة ستبقى لفريق الترجي الرياضي التونسي من 6 أمتار. الآن الله يعين اللاعبين والفريقين، طريقة التفكير نتاع البنزرتي وريكاردو، هل يلعبوا بحذر؟ لأنه أي هدف يدخل الآن خلاص، اللي يسجل ترشح ويمشي والركلات الحظ، واللي يصير يصير، ولا سيجازفان. انا نقول في الدقائق الخمسه القادمه باش تقفل اللعبه، باش تنغلق المنافذ للفريقين، وكل فريق يقول لك نلعب فرصتي في البينالتي، في ركلات الترجيح اللوتريه احسن من اللي نخرج. مايكل الرامو يلعب بوعاسي، بوعاسي في خطا، هو هو هو، هي 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 كوره الترجيين، هذه هي الكوره، هذا استنيناها. الرامو بوعاسي دراجي، مكانها معروف، مكانها معروف، المطلوب منكم وين باش تحطوها الله اعلم. بعد 30 ثانيه كره تساوي الترشح، شريف عبد الفضيل ووجدي بوعاسي، والكره خطيره لفريق الترجي. 72 دقيقه، كره دومي فينال، كره سيمي فينالي، كره سيمي فاينل، كره دوري الاربعه، كره النصف النهائي، بكل المقاييس قلناها، بكل اللغات رويناها. أجواء كبيرة من جماهير ومدرجات الترجي هنا في الإسماعيلية، ألف مناصر، ألف عاشق للنجمة والهلال وبلونين الجمعية الترجي الرياضي التونسي. إنذار على الدفاع على شريف عبد الفضيل، ما حشتيش بالإنذار بقدر ما نستنى فيها الكرة. محمد صبحي خايف، يعرف أنها كرة صعبة، وندرك جيدا قيمة هذه الكرة، كرة خطيرة. بوعزي حط واحدة ضد النادي الرياضي حملان في الدوري التونسي، رجع الترجي بها البطولة، اليوم يحط واحدة نترشحوا بها لدوري الأربعة اللي في أبطال العرب. هي يا وجدي، يا ساتر يا رب، وجدي بوعزي يلعب كورة، والركنية، والركنية، حاول يباغ ترضية، حاول يتفلسف وجدي بوعزي، حاول يتفلسف وجدي بوعزي، ركنية، ركنية للترجي الرياضي التونسي، لعل فيها خير، لعل تكمل على خير، لعل يتواصل الخير. تمشي كورة من كورن وجدي بوعزي، هذه كورات لازم نستغلوها. في أوروبا هذه الناس تبوس بعضها خلاص، هدف. رجع لي الكورة، رجع لي الكورنر. تمشي كورة دراجي، وين راسك؟ عندك فترة ما سجلتش بالراس. تمشي كورة ممتازة، والرأسية كانت من دفاعات الدراويش، والتماس لفريق الترجي. 73 دقيقة، 28 دقيقة لاعب في الشوط الثاني، الإسماعيلي 2 الترجي 1. الحسبة فيها 3-3 بلقاء ذهاب وحوار الإياب. مدار بطاقة في نصف النهائي، بطاقة وفيزا لدور الأربعة. عبد الله السعيد يتابع جون فيان بيسالا،
جانفي بيسالا يلعب كورة ترجع من الرامو والكورة رويدا رويدا في التماس لا تخرج كورة من أحمد سمير فرج لكن ممكن يستفيد منها الترجي هين الكورة الثانية نستفيد منها خالد القربي تمشي ممتازة جدا فرصة للترجي والمراوغة زايدة كانت زايدة من يوسف المساكني تمشي الكورة مرة أخرى طويلة لمايكل الرامو الصبحي محمد صبحي موجود محمد صبحي موجود والحكم يعتبر خطأ فاول على النيجيري الرامو إن شاء الله ما غير كروت شوف الكورة الأخيرة الكورة الأخيرة يوسف المساكني اللي تعديت الكورة كنا في وضعية بوزيشن سانحة جدا للهدف خليل شمام والكورة في التماس للنادي الإسماعيلاوي جانب من الحضور الجماهيري والجماهير العاشقة لكرة القدم وللترجي الرياضي التونسي عذاري من آخر ربع ساعة لعبة الأعصاب الآن كل فريق يلعب على هدف ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الدراجي يلعب لمايكل الرامو مايكل الرامو مغير فلسفة يا مايكل مغير فلسفة لعبها سليمة فيها خطأ في فاول ضد خالد القربي قرار سليم من علي حمد اللي بصفة عامة باستثناء أمانة كرة مايكل نقدر نقول أنه مباراة لحد الآن مغير مشكل بالنسبة للإماراتي علي حمد ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي في الدفاع بينما الإسماعيلي هو في الهجوم محمد حمص يلعب بالكرة يصعد الدراويش في كرة طويلة ما لقاش حل الفريق الإسماعيلاوي في الشوط الثاني شوط في شوط المباراة والترجي في الشوط الثاني فما برشا جرينتا برشا روح إن شاء الله تكمل على خير تمشي كرة طويلة مايكل الرامو ما غير أخطاء ترجع خطيرة لو تمر لا ما تتعداش طارق عاشور ترجع مرة ثانية يبني الهجوم حذاري جونفي بيسالا جونفي بيسالا لمايكل الرامو يضغط النيجيري على داريو كان يضغط على داريو كان داريو يلعبها طويلة تتهيأ بدون أخطاء برافو العابدي العابدي في وسط الميدان في خطأ للترجي نعم في فاول لوجدي بوعسي في خطأ لفريق الترجي بينما السليمة لاعب المصري في سقوطه تعرض إصابة إن شاء الله لاباس بينما هذه المباراة تتواصل في لحظات صعبة وصعبة جدا على الفريقين مباراة أكيد صعبة وصعبة جدا تقريب طقس 23 درجة طقس كورة في مدينة الإسماعيلية والتغييرين 23 يدخل هو محمود النادي في الظهير الأيمن في النادي الإسماعيلي بينما يدخل وليد الدايب بديل يوسف المساكني حل آخر البنزرتي يلعب عنده أوراقه إذن يدخل اللاعب وليد الدايب بديل يوسف المساكني في تشكيلة الترجي بينما محمود النادي يستعد للدخول في تشكيلة الدرويش مع كرة ثابتة للترجي تتهيأ كرة وجدي بوعزي مرة أخرى وجدي بوعزي يربح كرة يربح وضعية في الأتاك نعم كرة للترجي خرجت الكرة من مهاب سعيد يخرج مهاب سعيد ويدخل الآن اللاعب محمود النادي هذه هي التغييرات ريكاردو يشوف خطورة الترجي من جهة اليمنى من جهة بوعزي لذلك يعمل التغيير يخرج مهاب ويدخل محمود شكله الدفاعي أفضل من أداءه الهجومي ممكن جهة اليمين باش تنقص خطورتها الإسماعيلي لكن صلابة الدفاع ممكن تكبر بدخول النادي بينما كرة ممتازة وقفها الآن وقفها شكلها ممتاز تمشي كرة والرأسية يا مايكل مش معقول يا مايكل مايكل الرامو يضيع الترشح الآن بهدف التعادل يعني كانت كرة ممتازة للترجي كانت كرة ممتازة ما فيش أوفسايد شوف كسر التسلل القربي كسر الأوفسايد القربي وزع كرة أعطاها لك يا مايكل شوف فضل كيف حطهم الاثنين حط نصف كورة حط يا أخي ربع كورة ورشحنا بينما كورة ترجع لو تمر صعبة برافو الدفاع للترجي الرياضي خالد قربي تمشي كورة البوعزي والكورة في التماس للإسماعيلي من جهة شريف عبد الفضيل آخر الدقائق في المباراة ترجع بكورة بتماس دائما لفريق الإسماعيلي آخر دقائق مع كورة مايكل الرامو الله يهديك يا مايكل بالفعل كانت كورة سانحة جدا على كل شان نعوضها مايكل الرامو في خطأ بعد تدخل قوي من داريو كان وبطاقة صفراء للاعب داريو انذار على اللاعب داريو إذن الدقيقة 33 في الشوط الثاني والنتيجة هدفين الإسماعيلي محمد فضل هدف الترجي مايكل الرامو ما فيهاش خطأ أيضا قرار سليم بصفة عامة بصراحة أترك الكلمة الخبراء والحكام لكن بصفة عامة مباراة صعبة مثل هذه برافو الحكم علي حمد عنده شخصية ولحد الآن منجح المباراة على الأقل ما غير مشاكل
مازالت 12 دقيقة في عمر المباراة. هل سنمر لركلات الترجيح؟ نذكركم نقطة قانونية مهمة جدا، ما فيش اكسترا تايم، ما فيش الوقت الإضافي. إذا تنتهي 2-1 على طول ضربات الحظ. تمشي كرة طويلة، ترجي عن طريق وليد التايب، حاول يسجل الترجي، ينطلق التايب وفي خطأ جديد. في خطأ جديد طبعا، اللاعبين الآن على أعصابهم، كل كرة بخطأ في الخوف من قبول هدف في يقصي هذا أو ذاك. فاول على محمود سمير فرج. في لقاء الذهاب الإسماعيلي تغلب على الترجي في آخر 20 دقيقة بالعنصر اللياقي، بالكونديسيون فيزيك، اللياقة البدنية. اليوم الترجي يكمل مباراة أقوى من الإسماعيلي في الجانب البدني. هنا التحذيرات بتاع عين دراهم، وهنا الأعداد في الست أيام الماضية في تربص مغلق في عين دراهم الجميلة. تمشي كرة من شمام، خليل شمام يلعب كرة خطيرة، التعادل التعادل، عدل عدل، مش ممكن. الترجي يضيع فرصة أخرى، يضيع فرصة أخرى الترجي. تمشي وجدي بوعزي، وجدي بوعزي في خطأ، في مخالفة للترجي، في مخالفات في وقت مناسب للترجي. الترجي بصراحة نشوف في فرصته في الماتش، يعني سنتعادل بإذن الله 2-2. خطأ موجود، خطأ موجود على اللاعب محمود النادي، خطأ بعد كرة خطيرة طبعا على وجدي بوعزي. أمانة الترجي بإمكانه أن ينتصر في 90 دقيقة، وإن شاء الله نبعد على ركلة الحظ وملاعبي في فورمة والحارس مش في فورمة. حط الكرة في الشبكة يا مايكل، يا دراجي، يا أبو عزي، يا وليد، يا تايب، يا دربالي، يا عابدي، حتى لو لزم القصراوي. جمهور الترجي ينتظر في الكرة القادمة، في فرصة في دقيقة 80. هذه كرة ممكن، وسام العابدي سحب تسديدات قوية في الذهاب، نحاها العملاق الصبحي من قلب المرمى. الآن يتقدم العابدي، يلعب كرة العابدي، أي كلام. فرص هذه إن شاء الله ما يندبش عليها الترجي، لأنه بصراحة في وضعيات مثل هذه لو كانت عند الإسماعيلي متأكد أنه خلص الماتش، متأكد أنه لو خلص الماتش. كرة ثابتة هذه الثانية ولا الثالثة في تبقى في زاوية مناسبة، لسدد لوزع العابدي. ترجع من التايب، وليد التايب، وليد التايب، حذاري حذاري من افتقاد الكرة هنا، في خطأ، في خطأ على التايب، في خطأ ضد وليد التايب. تمشي الكرة للإسماعيلي، هدفين لهدف، هل يأتي هدف يسعد من الجماهير أم سنكون في ركلات الترجيح؟ تمشي كرة خطيرة، شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، والدفاع باهي العابدي جانب الدفاع على الأقل في الشوط الثاني. أمن وسام، ينطلق بوعزي، بوعزي لو مشات معاه الكرة، لو مشات ورب بوعزي، في خطأ، في خطأ جديد. الجماهير لا تحتمل مشاهدة الماتش، الجماهير الأعصاب مشدودة لا تحتمل مشاهدة المباراة، غصرة حقيقة. وترجع الكرة، ضاغط من جونفيا بيسالا، بريسينج الترجي، بريسينج اللي معروف به المدرب فوزي بنزرتي منذ التسعينات. ترجع الكرة من داريو كان، امشيله امشيله داريو كان، يلعب الكرة شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، والكرة ترجع لوسط الميدان عندك بوعزي، كنترول باهي برشا، تقدم يا وجدي، وجدي بوعزي، وجدي بوعزي، ينطلق الكرة برا. التغطية الدفاعية كانت ممتازة من المدافع الإسماعيلاوي. كرة ستبقى في التماس بدقيقة 82. ترجع الكرة مرة أخرى، كثيرا ما سجل الترجي في الأوقات القاتلة، لكن حذاري أيضا كثيرا ما سجل الإسماعيلي في الوقت التسعين، يعني الماتش الأخير ديربي القناة ضد مصر بورسعيد جابوا هدف في دقيقة 94 عن طريق مهاب سعيد، لذلك يلزم تركز. 8 دقائق هانت، لو سجلت مبروك علينا الترشح، لو بقات 2-1 نمشيو لركلات الترجيح. ترجع كرة مرة أخرى للترجي التونسي، خطيرة وفرصة للنادي الإسماعيلي، فرصة مرة أخرى خطيرة جدا، والتحذير والتسديد، والحارس، والحارس مرة أخرى، والحارس القصراوي، برافو القصراوي، يتألق في وقت التنبيه من خطورة الدراويش، في وقت الحديث عن خطورة الإسماعيلي، يضغط الإسماعيلي مرة أخرى بالكرات العرضية، ما فيهاش خطأ، ما فيهاش خطأ بالفعل، يدخل الدفاع، الدفاع التونسي كان في وضعية حرجة جدا. الآن الصعوبة ترجع لدفاع الترجي من ضغط إسماعيلي. قصراوي ممتاز، تمشي كرة مايكل، مايكل الرامو، الكونتراتاك يا طارق، يا عاشور، العب الكرة طارق عاشور، باهي باهي، خد القربي، خد القربي، طارق عاشور، طارق عاشور يلعب الشمام، شمام، تمشي الكرة طويلة لمن يا خليل؟ في لاعب مصاب، ممكن في لاعب مصاب في وسط الميدان بالفعل، لأنه الحارس حمدي القصراوي منقل على أرضية الميدان، برافو يا حمدي، حقيقة فورمة حمدي القصراوي، ممكن يطمن كويلو في المنافسة الشريفة بين ثلاثة حراس
هما الأحسن في تونس، أحسن معنا القصراوي البلبولي وجاسم الخلوفي. هذا الإسماعيلاوي يتحسر على هدف الضربة القاضية. الجمهور ينتظر. اللقاء حقيقة يدخل دقائق الحرجة لا يحتمل فيها أي خطأ، لا تحتمل الأخطاء الآن. برافو القصراوي، فسخ هدف أكيد. مرة أولى ومرة ثانية، ممتاز الرفلكس بتاع حمدي، ممتاز الرفلكس بتاع حمدي. هذا يطمن، لو وصلنا ركلة ترجيح ممكن عندنا حظ أيضا، تبقى 50-50 لأنه لعبة حظ، لكن حمدي بالتصديات هذه ثقة كبيرة وإمكانيات كبيرة. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي في الدقيقة 84. صدقوني في مشاعري ممكن مثلكم، لا أدري هل نستعجل الوقت ونلعب ركلة الترجيح واللي يصير يصير، ولا نستناو شوية الترجي لعل وعسى يسجل الهدف الثاني، لكن أنا خايف من الثالث. هذه هي كرة القدم، كلها خوف، كلها رعب، كلها قلق، كلها توتر، كلها ستريس، كلها بريسيون. تخرج كرة من خليل شمام، تمشي كرة لشريف عبد الفضيل والتباس للترجي. نعم كرة خرجت، رمية جانبية لفريق الترجي. 4-5 دقائق نهاية الماتش. هذا أحمد العجوز يوجه في لاعبيه، مدرب المساعد للبرازيلي ريكاردو. يقال في مصر وفي الإسماعيلية أنها آخر فرصة لريكاردو، بينما خطأ لمحمود النادي، فاول لمحمود النادي على مايكل إيرامو. تمشي الكرة مرة أخرى للفريق الإسماعيلاوي. أحمد سمير فرج في كرة ملعوبة طويلة، لازم نرجعوش للتالي، لازم نرجعوش للدفاع. أحسن طريقة هي القدام، شوف الدربكة، والكرة ممكنة جدا عن طريق القصراوي. هذا هو اللي يخوف الترجي، فريق لازم تلعب القدام، لازم تلعب القدام وتأمن كما كنا نلعب وتيلة الشوط الثاني، لأنه باش نرجعوا الآن سنعطي فرصة للإسماعيلي أنه يضغط. بدا يضغط فريق الإسماعيلي. محمد حمص تقطع الكرة، بايم القربي، ترجع مرة ثانية في وسط الملعب. كرة تتهيأ مرة أخرى لنادي الدراويش في كرة طويلة تتهيأ ما غير مشكل للتماس لفريق الإسماعيلي. يقول مساعد يريد كان شمام جرى وراء الكرة نبعدوا على المشكل هذا. الإسماعيلي يحاصر الترجي في آخر الدقائق. نعم لابد من تعليمات الآن فوزي بنزرتي والكنزاري أنه يتقدموا، يرجعوا يلعبوا القدام، يضغطوا على الفريق الإسماعيلاوي. هانت 5 دقائق، دراجي دراجي نحصلوا مخالفات أيضا باش نكسروا الريتم ونربحوا الوقت. امشي دراجي، دراجي يهرب الدراجي ممكن جدا، الدراجي ينطلق، الدراجي لعب له كورة، تنطلق الوليد التايب، وليد التايب ينطلق، التايب يسدد كورة بعيدة، كورة بعيدة من التايب، كورة بعيدة، فرصة كان كونتر أتاك الوليد التايب. شوف الكورة في ظروف أخرى وليد التايب كسر به الكرة ويعمل مشكل كبير لمحمد صبحي، لكن الحضور الثاني كان غايب على التاي في هذه اللقطة. بالراس ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي في وسط الميدان. شوف الكرة كي تتعدى، شوف الكرة كي تتعدى وترجع من العابدي، العابدي شمام، شمام في دقيقة 86 30 ثانية. مايكل الرامو يلعب الكرة بعيد على الدراجي، بعيد أيضا من الفريق المصري في منطقنا لمانيا. جونفيه، جونفيه بسلامه غير خطا لعبد الله السعيد. جونفيه يخسر كوره، يخسر كوره خطيره جدا، فرصه للدراويش والصعبه جدا كانت على الترجي. مره اخرى تخرج الكوره لا عمر جمال، عمر جمال يحاول يضغط الفريق المصري وتخرج السلامات، تخرج السلامات حقيقه اعصاب. اضغط الان، اضغط يا مايكل، اضغط يا الرامو، الرامو سامي عبد الحميد، عبد الحميد سامي. تمشي كوره، شوف الوسط رجع يلعب، رجع يلعب الفريق المصري في اخر دقائق. حذاري، حذاري، تمشي كرة ممتازة، ممتازة جدا. الترجي عن طريق الدراجي، الدراجي يلعب المايكل، مايكل كورتك، كورتنا، كورتنا. هنا الرامو، هنا الرامو يرجع بكرة مقطوعة، لا تمشي لبوعزي، بوعزي لو يتعدى يوزع كرة خطيرة. يخرج محمد صبحي، يخرج محمد صبحي. حذاري 3 دقائق، حذاري 3 دقائق، وتماس للترجي بعدت على محمد حمص. مجهود بدني كبير، مجهود بدني كبير من الفريقين. يمشي كورة النادي الإسماعيلي، يضغط الترجي ممكن يربح كورة. خرجت الكورة على جونفيه، من يغطي من اليمين؟ طارق لازم تغطي، والكورة طويلة. تمشي الكورة عن طريق الدربالي، دربالي القربي، القربي يروض الكورة. فريق الترجي الرياضي حذاري ممتاز. تمشي كورة من جونفيه بيسالا، دقيقة 88، جونفيه بيسالا، جونفيه بيسالا. من سنين الترجي من خروج طارق ثابت من آخر كلمة، من آخر كلام ما لقاش حل الباك رايت. ترجع كرة مرة أخرى، العب يا إسماعيلي، هكذا تطلب جمهوره، وهكذا تطلب جماهيره، وجمهور الترجي وجمهور تونس ينتظر ويدعو. آخر دقائق،
يمشي كورة بالراس تهيا مرة أخرى لفريق الترجي. دراجي دراجي كورة مرة أخرى للرامو الرامو الرامو مايكل يرجع بالكورة فريق الترجي. طارق عاشور طارق عاشور تتهيأ الكورة عن طريق خليل شمام شمام يلعب على الأطراف بوعزي بوعزي الكورة لو تتعدى ينطلق الهجوم في خطأ لخالد القري في خطأ لفريق الترجي في دقيقة 89 من هدف التسعين من هدف التسعين يا داري أوكان. أجواء كبيرة جماهير كلها تنتظر وكورة لفريق الترجي. كم سيضيف الحكم مع دخول أونري بيانفونو مع دخول أونري بيانفونو أونري بيانفونو بدي لمن ما نصورش بوعزي لأنه بوعزي لاعب يسدد كورة يسدد ركلة جزاء بوعزي بوعزي حط الكورة بينالتي على كل حال خيارات البنزرتي والكنزاري على الرأس والعين. المهم الترجي يرفع الرأس ويسعد العيون. تمشي كورة من طارق عاشور طارق عاشور والراسية على الأقل ركنية على الأقل تماس لا تمشي كورة مرة ثانية حذاري الآن نرجع نغطي نرجع نغطي خطير جدا اللاعب مصطفى كريم العراقي تخرج برا. كم سيضيف الحكم كم سيضيف الحكم الإماراتي علي حمد شكلها ركلات ترجيح للمرة الثانية. الترجي قد يحتكم لركلات الحظ في دوري أبطال العرب المرة الأولى وفي الدور الأول في ليبيا كان ترشح على شقيقه الليبي أهلي طرابلس بينما هذا اللقاء الأخير الآن في الدقيقة 90 في الرمق الأخير في دور الثمانية كورة ابتعدت على مصطفى كريم لكن ترجع بكورة اسمع اللوية. كم سيضيف الحكم كم سيضيف الحكم الإماراتي مع تماس للنادي الإسماعيلي 90 دقيقة 3 دقائق ممكن ممكن يحط 4 دقائق إن شاء الله 3 دقائق وتنتهي واللي يصير يصير اللي يصير يصير ينطلق هجوم الترجي عن طريق التايب 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 يلعب كورة لمايكل الرامو الرامو والدفاع التغطية كانت موجودة وخطأ. دقيقتين أحسن أحسن من كل دقيقتين دقيقة ونص ما زالت دقيقتين ونص ما زالت وننهيها على غسرة ركلات الترجيح. محمد صبحي محمد صبحي يرجع بالكورة زيادة دربالي ترجي عمل شوط ثاني ممتاز مقبول. الدراجي يلعب الكورة وفي لمسة يد يعتبر الحكم على أونري بيانفونو لمسة يد على أونري بيانفونو أعطيني الكورة يا مخرج وإنذار على بيانفونو حاولت إذاعة الوقت لمس كورة مس الكورة بكتفه سامحني هذا السيد الحكم مس الكورة بكتفه لكن أخطاء تقديرية يعني تصير لكن هو المسها ضربت في صدره. خارج الكورة بعد الكورة بعد الكورة ترجي نمشي الكورة عن طريق داريوكان داريوكان رتبانة من الكرات هذه رتبانة من هذه الكرات تمشي الكورة عن طريق الدربالي بعد الكورة شمام وتخرج كورة تماس خارج التماس الحمد لله. إذا انتهت المباراة انتهت المباراة العجوز كما توقعت يا أحمد قلت مباراة صعبة كانت كذلك وستتواصل في حلول ركلات الترجيح حقيقة ضغوط كبيرة لا أدري من الزملاء هل نرجع للاستوديو ونرجع مع ركلات الترجيح أو أترك الميكروفون معايا يلزم يعلموني. شد الكرة قصراوي حمدي يا قصراوي حمدي القصراوي ترجع الكرة فريق الترجي بين القصراوي وصبحي تكتب بطاقة العبور لكن الملاعبية يلزم تسجل تمشي كرة قصراوي وليد التايب يعمل كنترول نخسر به وضعية خطيرة في الهجوم وفي تسلل الحمد لله في تسلل شوف الكنترول بتاع التايب وفوز بنزرتي حكاية على التايب عندك الحق عندك الحق مش ممكن نخسر كورة وبطولة في دقيقة 92 الكنترول يحكي على الكنترول نحكي معاك على الكنترول الكلنا نحكي على الكنترول 92 دقيقة زفر علي يا حمد زفر علي يا حمد الترجي 3 الإسماعيلي 3 مباراة كبيرة نهائي قبل الأوان سينتهي بركلات الترجيح إن شاء الله يومك يا قصراوي. تمشي كورة طويلة ويزفر الحكم علي حمد الترجي عاد في الشوط الثاني بفضل هدف مايكل الرامو في بداية الفترة الثانية كنا ممكن في الشوط الثاني أمانة نتعادل جاتنا برشا فرص خاصة جاتنا برشا الآن سجلوا يا الأولاد سجل يا الأولاد لعبها سيح محمد فضل لعبها سيح ما حبيتش نقول شيء في ركلة الجزاء حبيت نستناه باش نقول ديما أحسن ملاعب يضيع البينالتي هذه المفارقات خليتها تمشي ببركة الله بسلامة الله تمشي يعني في السكريتو الآن الأعصاب علينا الضغط علينا والدراجي دراجي في الكرة الأولى للدراجي التونسي صفر النادي الإسماعيلي ربي معاك يا دراجي
أسامة دراجي محمد صبحي، حتى محمد صبحي حارس ممتاز في ركلة الترجيح حذاري. إذا ننطلق في الكرة الأولى ليأخذ الأسبقية إن شاء الله. تمشي دراجي سجل 1-0 أسامة دراجي. من الناحية المعنوية مهمة جدا، الضغط على الدراويش. وحدة ثانية يا قسراوي، كل باب سويقة ستدعو لك هذه الليلة. شوف الدراجي على اليسار، على اليسار الدراجي ويسجل في مرمى محمد صبحي. 1-0 الترجي، 1-0 للترجي الرياضي التونسي. الركلة الثانية لاعب المباراة عمر جمال، فيها أمل يا قسراوي، لو تركز فيها أمل. يلا باراد القسراوي أو جول عمر جمال. يتقدم عمر جمال، عمر جمال ويسجل، لكن برافو حمدي، حمدي بشالها وعمر جمال سجلها. عمر جمال الكرة تنصفه لأنه كان نجم المباراة أمانة، لاعب كبير برشا، ما كانش ممكن الكرة تخونه وتتمنى عليه. هدف لصفر للترجي، هدف لهدف من الإسماعيلي. الآن الكرة الثانية للترجي، لازم نسجلوا كرات. زياد الدربالي قلت لك في الخمسة، دراجي طلع صحيح وسجل. الدربالي الآن في الكرة الثانية، يا رب الكرة الثانية من زياد الدربالي. زياد الدربالي محمد صبحي راس راس بيناتهم 11 متر منطقة الجزاء. الدربالي ويسجل، ممتاز يا زيدون، ممتاز يا زيدون. الدربالي في المرمى، 2-1 للترجي، 2-1 للترجي. ما اهتزش، خوفني زياد لكن سجل. افرح يا بيانفينو، تمشي 2-1 للترجي. تخوف برشا، تخوف برشا، لكن حطها، حطها الدربالي. شوف الجرينتا، هذا هو اللي نحبوه في الفرق العربية والأندية التونسية لما تشارك خارج الحدود. أحمد سمير فرج، أحمد سمير فرج من جانب الدراويش، أحمد سمير فرج والقسراوي. لو نمسكها إن شاء الله سنتأهل يا قسراوي، كرة تبقى صعبة. أحمد سمير فرج وحمد القسراوي، يتقدم أحمد سمير فرج وكرة وفي المرمى. 3 ركلات للدراويش وهدفين للإسماعيلي. أحسن كرة صدوها لاعبي الإسماعيلي من أحمد سمير فرج. 2-2 والركلة الثالثة للترجي في الطريق. 2-2 والضغط يكبر، الضغط يكبر، فرحة مصطفى كريم. حقيقة سيناريو صعب، ركلات الترجيح، هدفين لهدفين والثالثة من خليل شمام. خليل شمام لفريق الترجي الرياضي التونسي ضد محمد صبحي. الركلة الثالثة لفريق الترجي، أجواء كبيرة في استاد الدراويش. يتقدم خليل شمام، منعر وفي راجل بينالتي، يمشي شمام ويسجل، سجل خليل شمام في نفس الطريقة يا شمام، على طريقة عبد السلام لما كان نجم في الكرة التونسية في السبعينات والده. 3-2 الترجي، باية من خليل شمام في نفس الزاوية، يسدد الترجي ويسجل كل مرة. لأنه فكر محمد صبحي يقول لك اللاعب الترجي مستحيل يلعبوها غادي، سيغيرون المكان والزاوية، يلعبها هناك، العب هناك، اسكن في الجهه اليسرى يا ترجي. اه مصطفى كريم، اه مصطفى كريم، والله يا كريم. الكره الرابعه جيبها يا قسراوي وريحنا. مصطفى كريم العراقي يتقدم في كره تمشي لمصطفى كريم، والهدف الثالث، هدف ثالث من مصطفى كريم، ملعوبه من النجم العراقي. سجدة الشكر، يستاهل الحمد والشكر. والنتيجة 3-3 والركلة الرابعة الآن. الركلة الرابعة لفريق الترجي الرياضي التونسي. الركلة الرابعة لفريق الترجي. هذه هي الكرة الرابعة الآن لفريق الترجي. يتقدم خالد القربي. خالد القربي لفريق الترجي الرياضي التونسي. ركزوا حتى في مكانها خالد القربي إن شاء الله. خالد القربي محمد صبحي. الكرة الرابعة بعد برشا القربي، يتقدم خالد القربي، يتقدم ويسجل، ويسجل بصعوبة لكن سجلها، دونها، اكتبها. 4-3 للترجي. فيق معايا الآن، صحصح معايا قال المصري الآن، تذيع على الإسماعيلي الترجي في النصف النهائي، وإلا نبقى بالركلة الخامسة للدم والذهب، الفريق العاصي من النادي التونسي. الركلة الأخيرة كانت صعبة جدا لكن القربي برافو، برافو القربي. 4-3 للترجي. الكرة الرابعة للترجي ناجحة، الكرة الأخيرة للإسماعيلي.
لو ضاعت إضاءه للترجي عن طريق عبد الله السعيد. يلا قصراوي ريحنا من الركله الخامسه الاخيره. القصراوي وعبد الله السعيد والبرة والترجي في النصف النهائي. الله الله الله، الترجي يصعد للسيمي فاينال. تعبكم ما مشاش خساره، رحلتكم لمصر ما مشاتش خساره. الترجي يتاهل لدوري الاربعه بركلات الترجيح 4-2 على الشقيق والاسماعيلي المصري. الترجي يصعد للسيمي فاينال، يصعد لدوري الاربعه. الف الف مبروك للترجي الرياضي التونسي، الف مبروك يا قصراوي. الترجي مر من عقبه صعبه وصعبه جدا، هذا هو اللي في بنزرتي، هذا هو تاثير فوز البنزرتي. سالت في البدايه قلت باي ثوب عدت يا فوزي؟ عدت بثوب الانتصارات، ممثله في ثوب الجرينتا، مجسمه في ثوب الروح. الترجي يمر بعد كوره ضيعها اللاعب عبد الله السعيد ليصعد الترجي العاصم التونسي لدور الاربعه. اذا مبروك للترجي الرياضي، هارد لك، حظ اوفر اسماعيلي.